لازم تحسوا باللي بتعمله. نرفع كل حاجة فوق، ايدين فوق، واحد هوبا يمين، واحد هوبا شمال، واحد هوبا يمين، واحد هوبا شمال. مين الشطورة بقى اللي هتعرف تعمل الحركة ديت؟ هايل 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 سمبولاغا، طول عمرك ولد موهوب فنان قدام السلطان. طول عمرك وفي سمبولاغا حضرت طلبية الجواري الجديدة لمولانا السلطان سليمان؟ موجودين وأنا بدربهم بنفسي. موزز بلا؟ موزز تشكرات سمبولاغا، تشكرات سلطان، تشكرات. يلا، واحد هوب يمين، واحد هوب شمال، يلا واحد فك شوي، يلا يلا يلا. دستور السلطان سليمان المعظم. بعتهم الاربعه على الاوضه. لو تكرمتم انا عايز اقعد مع السلطانة الام والحريم الاربعه بتوعي والباقي بره بره. سليمان ابني الغالي، مالك؟ شكلك كده خدت قرار الحرب. بقولك ايه يا سلطانة، سيبك بقى من قرار الحرب والأوامطة الكدابة دي. فين ال 400 دولار بتوعي؟ 400 دولار؟ 400 دولار بتوع ايه؟ 400 دولار بتوع ايه؟ انا بحذرك يا سلطانة تلعبي الجيم ده معايا. الله، انت نسيت نفسك يا سليمان، انا السلطانة الام وانا السلطان المعظم، ممكن اعزلك. اقسم بالله قلعك السولجان والتاج وارميك تنضف الحريم زي زمان. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي مخليك متاكد كده؟ هقولك ايه اللي مخليني متاكد. فاكره من 13 يوم اما كنت راكب الحصان بالاماره خدت مني 700 دولار، حصل ولا لا؟ حصل حصل سليمان حبيبي. افتكرت افتكرت 700 دولار، ايوه، بس انا رجعتهم لك. خانك ذكائك يا سلطانه، رجعتي 300 بس يا حلوة. وقصري عشان ما اتكلمش في اللي بالي بالك. لا بقى، ها؟ اتكلم في اللي بالي بالك، ها؟ التاج اللي على راسك يا قطة. هي حصلت التاج؟ أيوة، التاج ده مكتوب في المراس بتاعي أنا. التاج ده يا سليمان أبوك كاتبهولي في القايمة، هو والسجاجين. والله؟ طيب انا هتغاضى كسلطان على كل التفاهات دي، بس في حاجه لا يمكن اسكت عليها. شريط الترامادول ال 225 اللي في درج التسريحه كان فيه 4 حبايات، اتاخد 2. وانا شايفك ما شاء الله بتحركي في القصر ولا بنت 17، حلال عليكي. اديني الحبايتين اللي فاضلين، اديكي شايفه جرمع الحريم اللي لسه رايح على الاوضه. ولا تتجنن. ابراهيم باشا، ابراهيم باشا. يا ابراهيم باشا بتدعيلي ابراهيم حسن؟ اعمل اللي تعملوه. بقول لكم ايه، اقسم بالله اقلع لكم مالتو واعمل لكم فضيحه واولع لكم في القصر ده. خلي بالك يا سلطانه، اوعوا تكونوا فاكريني خرنج، لا انا سبونج بوب واصفر كموني يا سلطانه، وده لوني على فكره. ابراهيم باشا هنعمل ايه؟ ده بيقول انا مش خرنج، سبونج بوب واصفر كموني، وانا قبل ما انام في حاجات لازم اعملها. ده احنا نلمله ونخلص. انا ما معيش في البوك بتاعي غير 15 دولار، وانا بتاع 30 شايلهم في القفة. كنت اعمل حسابي لليوم ده، هتصرف. ادكم معانا يا حبايب، يلا يا ابلة، ما تعدهمش، سيبيهم ببركتهم حبيبي. يلا يا حبايب، يلا يا ابله، يلا يا ابله، يلا يا قمر، مكمرهم في الكم. ده ايه القمر ده؟
سكر وعسل، حلاوة حلاوة. بعد إذن حريم السلطان يتفضلوا على الأوض. مولاي ولا تزعل نفسك. لا يا حبيبي، طالما حقي معايا ما بزعلش. سلامة. مية مية. أنا مخنوق عايز أشم هوا. يلا يا مدحت، هات برتقانة يا مدحت، أشرها لي يا مدحت. اسحوا. كانوا فاكرين هيقلبوني، بس أنا طلعت ابن أصول. طول عمرك أصيل ابن أصل. لعلمك كان ممكن أشكها محضر وبهدلها، بس أنا بتبع مكارم الأخلاق. طول عمرك كريم ابن كرمة. أنا مش فاهم بيبصولي إزاي مع إن صايع عديم وهم عارفين. طول عمرك صايع ابن صايع. تنبل. معلش يا مولاي، معلش معلش. Здравствуйте, мой дорогой король. Угощайтесь, пожалуйста. Это на хрустике мы вместе с мамой готовили. Это с изюмом. خد منها البقسومات وخلصني. ايه الرغي ده؟ انا فضيلك. ايه القرف ده؟ امشي. ايه اللي جرى للحراملك؟ ايه اللي جرى له؟ انت ما شفتش حراملك يا سنبل قبل كده. الحراملك كان ايام ابويا الله يرحمه. سيبك بقى من المناظر دي والاحجام دي. لا 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 لا، انا كنت بمشي مع ابويا الله يرحمه وانا امير صغير كده، هنا في الكوريدور ده كنا بندوس على النسوان. بندوس دوس. ايام ايام سلطان قلبي. ايام حبيبه الروح. اللبن مولاي. لتاني يوم بتعرضي عليا اللبن يا هيام، وانت عارفه ان عندي اسهال. ماشي في القصر في وسط الناس بسهل بسهل، اعمل ايه عشان افهمك؟ ده ليه معنى واحد، إن أنت ما بقيتيش مركزة مع السلطان المعظم وليكي أهداف أخرى. بس ده مش موضوعنا. بعدين دي البتاع اللي في إيدك ده. ورا ورا يا سنبل خطوتين ورا. إيه يا أفندم مولاي. يا أفندم أنت داخلة بتتدحلبي هتنيميني يعني؟ أنت بتستهبلي يا وليا؟ أنا مش كذا مرة مكلمك ما تطلقيش صدرك كده في رايحة جاية في القصر. قلت لك في زفت رجالة وفي ناس. إيه يا وليا، أنت متجوزة كوافير ولا إيه؟ ما تفوقي. والراجل عمال يقول لك دستور دستور. حسي حسي بقى ولميهم بدل ما احرمك منهم. اتفضلي. بقول لك ايه، هاجي لك بعد ربع ساعه. ويام استغفر الله العظيم. مش مبسوط؟ صباح الخير يا مولاي. اهلا. اتفضل الشاي يا مولاي. البنت دي جابينها منين؟ من زكستان. يلا يا بنت، خد يا بنت، تعالي تعالي هنا. انا مش عايزها، مش عايز بنت كده تحس. عارف هقول ايه؟ انا عايز ابدلها، اروح للامير اشرف في القصر الشرقي اديها له وخليه يبعت لي بدلها نهى. يلا. ايه الزهق ده؟ انا عندي فراغ يا سنبل، ما بقاش عندي حاجه غير اني اقعد السله واقعد اعمل خواتم لحد ما كرهت الخواتم. مش عارف هاجرهم بقى ولا اعمل ايه. ماتيريال كتير قوي باخده من السلطان على الخواتم. فراغ فراغ، حاجه تجيب الضغط. دوا الضغط يا مولاي. وما بيطلعوا منين دول؟ خد منها دوا الضغط. انت مين يا حلو؟ انا زوجتك يا مولاي. زوجتي؟ انت هتستهبلي ولا انت لقيتي الحريم مرطرطه وقلت العب اللعبه؟ جوزتك امتى؟ شهر 6 اللي فات يا مولاي. كدابه، شهر 6 اللي فات كنت في معسكر ابو قير قعدت اسبوعين. قصدك اخر 6. برضه كدابه. اخر 6 اتجوزت ام احمد الزنجيه. لا، الزنجيه دي كانت شهر 7 يا مولاي. اسره عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ فاكرك فاكرك يا سنبل. ورا ورا عشان سنبل. فاكرك كنا في الخيمه اللي في الاخر صح؟ ايوه يا مولاي. لما اشرنا على ناس فاكره؟ طبعا يا مولاي. شوف الصوت، كنت صوت. فاكره لما شفت انت رابطه هنا على رجلك ايه ولا لا؟ رابطه خنجر ليه يا حلوه في رجلك؟ شايله لمين الخنجر؟ هتقتليني ولا تقتل امي؟ انا اسفه. طلعي الخنجر، طلعي الخنجر. ارجوك سامحني يا مولاي. سنبل. ايوه. شلح الولاد وهات الخنجر. يا خاينه يا وضيعه، كله مؤامرات كله مؤامرات. انا هوريك. سامحني يا مولاي. اسامحك ايه وانت شايله لي خنجر وماشيه بيه في وسط القصر؟ ارجوك يا مولاي. ما في، انزل يا ابني هات. اسمع انت رايح فين يا ابني؟ رايح فين؟ هات شايله لي انا خنجر. هات كشفت لعبتك الوضيعه.
امسك فرمانت لا يطلع ليها دلوقتي وتدبح هي واهلها واللي بيعرفوا اهلها. يلا بلاش عرب خيانه. يا النساء يا النساء انت يا زفت يا سنبل. ايوه روح قول للهوانم اللي قاعدين في الحرام لك اكل وشرب على قفايا اللي ما خرجوش يستقبلوني في الكوريدور ويترموا عليا ويبوسوا في لبسي بكره الصبح هتتقطع رجليهم وتتعلق على باب القصر. وروح للسلطان هيام والله السلطان المعظم جاي لك بعد 10 دقايق خليها تظبط اللازم. يا ملت بختك يا هيام يا حظك الاسود يا هيام. هيام إثارة الحب بتبكي؟ ايه ما تعشتيش ولا ايه؟ مالك؟ ما فيش يا مولانا. لا 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 اكيد فيه يا هيام. لازم تتاكدي ان انت دونا عن ال 84 ست اللي انا متجوزهم انت سبيشال كيس. بجد يا مولانا؟ انا سبيشال كيس؟ شور انت عندك امكانيات يا بنتي خطيره جدا اوبشنز خطير. انت حنينة كمان يا هيام. انا لما بنام على صدرك يا هيام بحس ان انا نايم على سرير بدورين. قولي لي ليه البكا؟ امك يا مولاي. امك يا مولاي؟ اسمها امك؟ ما علينا مالها امي. امك يا مولاي بتتعمد كل يوم الصبح تتاخر في الحمام وتسيبني بره يا مولاي محصوره. محصوره؟ ايه المستوى ده؟ احنا في مراحيض عموميه هنا. ايه محصوره دي؟ وبعدين ما انت اللي بتستهبلي، انت سايبه ال 200 ألف حمام اللي في القصر وجايه عند حمام امي. سليمان! امي. تعمل هناك ايه؟ ابدا يا سلطانه. قاعد مع مراتي في اوضه النوم. قاعد مع مراتك في اوضه النوم بتعملوا ايه؟ ايه هي اتمنعت اليومين دول ولا ايه؟ اتمنع ايه يا ولد؟ ان الراجل يقعد مع مراته في اوضه النوم؟ لا بس هيام دي بالذات انا قرشه ملحتها ما بتنزلش من زور. بقول لك ايه يا ام السلطان؟ اقعدي يا اختي افري واهلي كده في نفسك على طول. انا يا اختي فول اوبشن مش تجميع محلي. يا واد انت يا فابريكا يا حلم. هيام ما تنسيش انها السلطانه الام. بقول لك ايه يا سليمان؟ اسكت انت ما تتدخلش. حاضر. انت قاعده هناك وبتردحي لي يا بنت انتي. يا امي مش للدرجه دي لو تكرمتي اهدي شويه. اخرس. حاضر. انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ يا معصعصة يا خنفاسة يا قردة يا منسنسة. بقولك ايه يا حبيبتي؟ ما يغركيش يا اختي عينيا زرقاء دول ولا شعري الاصفر. انا يا عينيا خالصة ومخلصة ودارسة ومدرسة. بعدين انت واقف معاكوا ترميسة ولا ايه؟ ما تلموها بقى. وديني لنا مربياكي. تربي مين يا اختي؟ حلوة. اديها يا امي اديها اديها بالشمشم. ايوه ما تضربي بالشمشم اللي انت ماسكاه ده. انت بتزغرطي ليه يا بنت الهبل؟ ايه ده اديها بضهرها. امي عندها دس. عندي دس. يلا اديها اديها.
لا تهملها. اطمئن يا عمي، فابنتك كالماء والهواء والغليون. انت جاي تفضحني؟ بقول لك ايه، الراجل جاي يناسبنا. ما هذا؟ هذا حدث. مارغريت، ما انت؟ مارغريت يا كنتيسه، هل انت؟ لقد قتلت الكنتيسه. عشيقتي، ابنتي. اشرب بيه. ايوه يا باشا. بقول لك ايه؟ امرني يا باشا. هات ابوك روح المستشفى، شوف اخويا ابراهيم بيقولوا عيان قوي. اخوك مات يا باشا. اه وخليه ايه؟ اخوك مات. مات؟ اه يا سعادة الباشا. طب بقول لك ايه؟ قوم شوف لي الزمالك عمل ايه مع بترو جيت امبارح. انا يا باشا. اه وعايز طلب كمان. قوم اقفلوا كوبري عصر النيل من 3 ل 3 وربع. سمر يا باشا. ايوه عشان العيال رايحين لجدته. بيحصل يا باشا حالا. والساعة 6 اقفلوا كوبري الجامعة. ها؟ افتحوا لهم جنينة الحيوانات. ايوه خليهم يلعبوا مع الحيوانات. قول للواد ميدو ابوك بيقول لك العب مع الاسد، هقطع رقبته لو لعب مع القرد او اي حيوان تافه. حاضر يا باشا. بالسلامة. مع السلامة. استنى يا شريف بيه. عمر يا باشا. بعد المهمة دي اعتبر نفسك مفصول ومتحول للتحقيق. يلا حبيبي. اهلا. يا رب زدني رعب. انت زفت الطين. تمام سيادتك يا باشا. ايه ده؟ انت مين يا سياده الامين؟ جيت هنا امتى؟ ايوه لسه جاي امبارح يا باشا. كنت فين قبل ما تيجي هنا؟ كنت في مباحث الصعيد. اهلا بالصعيد واهل الصعيد. وايه اللي جابك؟ عملت ايه؟ مصيبه ولا ايه؟ ابدا يا باشا، انا كان مكلفيني بمهمه، سبت المهمه واخدت العيال ولادي عشان افسحهم. حلو قوي. سبت المهمه لميري وخدت ولادك تفسحهم. ايوه يا باشا. طب ده كلام جميل قوي قوي قوي. حلو. ما خدتش فيها حكم ليه دي؟ ما قالوا لي بدل ما هنسجنك هنوديك لضابط تخدم معاه، تتمنى السجن بدل ما تخدم معاه. هم قالوا لك كده؟ يا باشا قالوا لي كده. وقالوا لي قالوا لك ايه عني كمان؟ قالوا عنك يا باشا انك يعني قاسي شويه. وايه كمان؟ وانك عنيف قوي. وايه كمان؟ وانك ظالم، ظالم قوي قوي يا باشا. الحمد لله. اهم حاجه ان الواحد سمعته تبقى طيبه في كل مكان. الحمد لله. حلو قوي. يبقى انت جاي ومش ناقصك حاجه. عارف هتشتغل مع مين؟ تمام سيادتك يا باشا. افرد ظهرك يا سياده الامين. اه والله تشوفه سياده. الرجاله اللي معايا تقف ساكته. حاضر يا باشا. انت عارف ايه اللي نجاك؟ ايه؟ ان انت مش صعيد وانا بحب الصعايد. رجاله اقف انتباه يا امين. يلا غور هات لي المتهم. تشوف سيادتك. السلامة. قدامي قدامي. ايه يا ده انت داخل عليا بالجزمه؟ انا لابس. يلا جزمه. ما تشوف شغلك يا سياده الامين. تمام سيادتك. مدخلني متهم بالجزمه؟ لا خلاص شلناها. سمعت عني ايه ياض؟ قالوا لي ان انت مفترق. ياض كلموك على الخاتم بتاعي؟ لا انا هوريه لك. فين يا باشا؟ ايه رايك؟ حلو. هاتوا تعالى عشان اوريه الخاتم اللي في الايد التانيه. وايه رايك في ده؟ هاتوا. انت يا ده اللي قتلت الوليه؟ انا قتلت وليه يا باشا؟ انت اللي قتلت الوليه ولا لا؟ والله ما قتلت حد. اه انت شكلك هتتعبني. شكلك هتتعبني. تعالى. حاضر يا باشا. كنت فين يا واد سعد وقوع الجريمه؟ كنت ماشي في الشارع. وايه اللي ماشيك في الشارع؟ كنت رايح افطر فول. يعني مفيش فول الا في الحته دي، ما مصر كلها عربيات فول. هو ده احسن راجل بتاع فول. الله انت هتصاحبني وتنصحني اكل منين؟ انت هتنصحني؟ ده بس حلو يا باشا. مالكش دعوه يا سياده الامين. تمام يا باشا. وتفرد. حاضر. فرد. اه يا باشا. تعالى. شكلك هتتعبني وهتطول معايا. انت شارب ايه يا واد؟ انا يا برشم. انت مبرشم؟ والمصحف. مبرشم والمصحف. لا ما تحبش بالمصحف. بلاش ما بحبش كذب. شارب كوكتيل. مبرشم. شارب كوكتيل. يبقى مبرشم. ما هو كوكتيل ايه؟ فخفخينه يعني. ما هي بلاوي سودا. كوكتيل جوافه يا باشا. انت هتطول معايا، هتطول معايا. وضرتني وضيعت عليا درس الايروبكس بتاعي.
رد على الزفت ده. تمام يا باشا. الو، ايوه سعاده الباشا، ايوه سعاده الباشا بيعمل ايروبكس، ايوه مع المتهم يعني، ايوه. لا والله قول لي يا باشا وانا ابلغه. ايه 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 في ايه يا سياده الامين؟ تمام هبلغه يا باشا، ما قدامي. سلام يا باشا. في جريمة يا باشا وحصلت ولازم نتحرك دلوقتي نروح. جريمة ايه؟ جريمة قتل يا باشا. ما انا في ايدي جريمة زفت هات لما اخلص منها. مين اللي كلمك؟ اللي كلمني المساعد الوزير يا باشا. تمام تمام. قال لك ايه سيادة اللواء؟ قال لي الجريمة دلوقتي حصلت ولازم نروح في قصر الكونتيسة مارجريتا. قصر ايه؟ الكونتيسة مارجريتا. قصر الكونتيسة. ايوه مارجريتا. انت متاكد انت بنقول من المباحث؟ أيوة. ولا من سرات المجانين؟ لا والله هم اللي قالوا لي في التليفون يا باشا. صوف عادل، صوف عادل، قصر الكونتيسة. ايوه يا باشا. فين القصر ده؟ في كراتة يا باشا. كراتة؟ اه كمان حلو قوي. امتى حصلت الجريمة دي؟ حصلت من 180 سنة. من ايه؟ من 180 سنة. اه سيادة اللواء قال لك كده؟ ايوه. ماشي، الداخلية عايزة تجنني، بس انا مش هتجنن وهحقق في القضية دي لو من 1000 سنة مش 180. قامت الساعة كام من 180 سنة؟ قامت الفجر يا باشا. وحياة النبي، انتوا عارفين ان هي قامت الفجر؟ عارفين من 180 سنة. انا معاكم للآخر، انا معاكم لإيه؟ للآخر. للآخر. قول لحاجتك لما وحصلني وياك تنسى حاجة. حاضر يا باشا. شو سيادتك يا باشا. حلو قوي. لا فعلا شكلهم من 180 سنه. ماشي، ايه الزفت اللي انت جايبه معانا ده؟ من ساعتها قلت هات كل حاجه معاك. هو ناقص غباوه، ناقص غباوه. لا احونا في اي حته. تعال نشوف الجنون اللي احنا دخلنا فيه ده. 180 سنه عايشين، ما بيعجزوش، ما بيموتوش. حلو قوي، ورينا يا حبيبي. حلو قوي. بحضر محضر سكر يا حبيبي، حضر. العب يا بابا، العب بس. والشعر والفساتين من 180 سنة. أنا معاكم للآخر، أنا معاكم للآخر. حلو قوي، حلو. خلي بالك من البنت دي. تمام سلام. ممسوكة ناشلي في بلاد دكرور 3 مرات، أخير على عيد الصغار اللي فات، اللي بيقولوا لك ناس من 180 سنة. أنا معاهم للآخر. أما نشوف، أدي الجمل وأدي الجمال. مين الأفندي ده؟ ما شاء الله، حلو. اللبس ده متأجر. الواد ده شكله مش مريحني، عينك عليه. تمام يا فندم. ومين اللي بيقوق ده؟ وريني يا حبيبي. يا صلاة النبي، بانجو كمان. حلو قوي، تلبسه بوريك، تلبسه خش. انا معاكوا للاخر. ومين اللي قابل البعات هناك ده لوحده؟ تعال يا اخويا، تعال، ده متأثر قوي. شكل القتيل امه. معلش، هنعرف كل حاجه. هات يا حبيبي، هات. امسك. حرز يا اخويا اللي جاي تشم، حرز. لكش انت دعوه، وريني يا حلوه. يا صلاه النبي، حلوه قوي. قضايا مضمونه، بانجو وخمره، حتى السماله، وناس مش عايشه الواقع اللي احنا عايشينه، واستهبال. لكن انا معاهم للاخر. بص يا اخوانا، انا اللي انا عايزه معايا في المكان عيله القتيله بس، كل الضيوف بره. تعال يا حبيبي، تعال يا حبيبي. قلت لك تحفظ على الزفت ده. تمام يا باشا. يلا برا، يلا برا برا برا. انا هتجننوني هجننكوا. اطلعوا برا من الاخر. اشربوا اشربوا. حلو قوي. انا الدوق فالكاو، زوج الكونتيسة مارجريت. اهلا. وعندي معلومه مهمه قوي يا باشا. انت عارف ان انا بطل الجمهوريه في حقوق الانسان ولا لا؟ طبعا. يعني عايز معلوماتك تكون صريحه ودقيقه، يا إما هطير رقبتك. عشان كده عندي معلومة مهمة جدا. قول. أنا أكتر واحد شاكك فيه أبو القتيلة، لأنه عايز يورثها. حماك؟ طبعا. يقتل بنته عشان يورثها؟ هي دي الحقيقة. يا الدنيا جرى فيها إيه؟ ماشي، بس أنا ما قلتش حاجة يا باشا. لا عيب يا واد، أنت بتعمل النهاردة؟ أنت منين؟ من الدقي. ماشي. نام يا سيادة الدوق. نام يا باشا. باشا. أنا دوق محترم يا باشا. أنت مين؟ أنا دوق محترم. أنت لسه مصر إن أنت دوق؟ يا باشا. امسك عواطف. عيني يامه. امسك عواطف. عيني يامه. عيني يامه. حرامية يا ولاد الكذاب. عيني يامه. إحنا في سنة كام يا واد النهاردة؟ 1812. برضه عايزين تجننوني. ماشي. دي الحقيقة. ماشي.
قتلت بنتك ليه يا راجل؟ انا ما قتلتهاش. امال ايه؟ الدك ده هو اللي اتجوزها. ايوه وهي اتكنتلت من 3-4 ايام. اتكنتلت من 3-4 ايام؟ ايوه يا باشا. والنبي ايوه يا باشا. وانت كنت فين لما بنتك اتكنتلت؟ كنت هنا يا باشا. كنت فين لما بنتك اتكنتلت؟ باشا ايه يا باشا؟ ثانيه واحده اخلص. انا عندي معلومه تانيه مهمه. ايه؟ اخر جمله قالتها له القتيله قبل ما تموت: مش هديك مليم احمر من ثروه كوزي. مليم احمر من ثروه كوزي. ده دافع اكيد انه يقتلها. طبعا يا باشا. ماشي. بس باشا انا ما قلتش حاجه. لا عيب، ده انت بتاعي من النهارده. انت منين يا ارض؟ من امبابه يا باشا. اجدع ناس. ارفع يا سياده الدكتور. قتلت بنتك ليه؟ اه الحقني يا ابني. الحقني هتلحقكم. هتلحق. وعاملين ايه يا بوريكم؟ عايزين تجننوني. حاضرين. الراجل اتحط في السبيرتو لحد ما جيله اللي بعده. برضه مش عايز تعترف. اعترف بيه يا باشا. معلش يا حاضرين. تهرب ايه للقتيلة انا؟ انا اخوها الصغير. اخوها؟ اخر مرة اختك كانت بتعمل ايه قبل ما تموت؟ كانت بترقص. في حد يقول علاقته بترقص؟ احنا في سنة كام يا ابني دلوقتي؟ 1818. برضه مصرين تجننوني. ماشي. ماشي. اختك اخر مرة دخلت الحمام امتى؟ امبارح الصبح. وانت ايش عرفك بتبص على اختك من فوق الحمام يا واطي؟ باشا. ليه؟ انا شاكك في الواد ده كمان. ليه؟ ابوها كان بيعملها احسن منه. آه. وكمان كان قاطع عنه المصروف. تمام، يبقى ده المبرر انه قتلها. طبعا يا باشا. تمام. بس انا ما قلتش حاجه يا باشا. عيب، انت معايا من النهارده في مكتبي. انت منين يا ارض؟ من حوش عيسى. احسن ناس حبيبي. انت يا ارض عوضين. يا باشا يقعد في السبيرتو اللي بعده. ده انا اللي محتاج السبيرتو. شكلك كده بقالك فتره ما عملتش ضوافرك، وانا هساعدك في الموضوع ده. كفايه كهربا بقى، كفايه كهربت. يا ابن الهبل ده انا مش قايلك ده وفرك ده عبيط. طب بلاش الصباع ده، بلاش الصباع ده. يعني ده هيفرق عن ده؟ طب خد ده. علاقتك ايه بالقتيل يا هات؟ انا حمدي ارضوان صديق العائله. كنت احبها حبا جما. كنت اريد ان اغتصبها في الجبل في المغاره. بس الدنيا كانت ضلمه وانا بخاف من الضلمه. ده ذكر يا هات. باشا الواد ده اكيد هو اللي قتلها. ليه؟ بقاله فترة بيحوم حواليها، ده غير ان انا نفسي كنت هقتله. مية مية، يبقى هو اللي قتلها. بس انا ما قلتش حاجة يا باشا. عيب، ده انت معايا في المكتب النهاردة. انت منين يا ارض؟ لا الحقيقة مش فاكر. طب تمام، استناني بقى عشان عايزك في كلمتين على روقان. عينيا يا باشا. اتفضل، خد هدية مني. عوضين يا باشا. حطوا له منوكير. تمام يا باشا. بقول لك ايه؟ ايه؟ افكك وتعلمني البيانو؟ تعال يا باشا ابوس ايدك، الراجل ده بيقشعرني. انا عايز اعرف حاجه واحده بس. ايوه يا باشا. انت مين؟ انت مين؟ وين؟ انت منين يا ارض؟ من امبابه ولا العجوزه؟ عايزين تجننون. عايزين تجننون. انا من الدويقه يا باشا. من دلوقتي من الدويقه. ها؟ ولا مش انت ابراهيم ليه يا هلا المسجل؟ مش انت اللي خطفت عربيتي من قدام الاسم قبل كده؟ والله ما سجلت حاجه. انا اللي فيها دوك يا باشا. انت عايز اختم والله؟ تختم؟ انت عايز تجننوني؟ ده انت يوم ابوك اسم. ده انا شايلك دي و40 قضيه تاني يا باشا. انا قلت يمكن تترقى ولا حاجه. هوريك الترقيه. خلاص يا باشا، خلاص يا باشا، الحمد لله. شوف انا شايلك ايه. شويش. تمام يا فندم. تعالى خد بيدي خرجنا، تعبت من كتر الضرب. باشا يا كلام، نفسي اعمل فيك حاجه احتقرك فيها يا باشا. قوم يا ارض. ودي وسيبني. طيب روح معاه وسيبني انا في 180 سنه دول. تم بحمد الله كده القضية اتظبطت 100 100. ازاي يا باشا انا اللي قاتل؟ انت كذاب وما عندكش ضمير، انت ما قتلتش. انا بقول لحضرتك انا اللي قاتل. وانا بقول لك هتقابل ربنا ازاي يا راجل بكذبك ده؟ مش انت اللي قاتل في المسلسل؟ انا اللي قاتل وما ينفعش ما يبقى باشا انا اللي قاتل. لا انا هخليه قاتل وتحرق المسلسل. عايز حاجة تاني يا باشا؟ لازم اكون انا قاتل عشان القاتل ما حدش يتوقعه، لان انا اللي قاتل. انت خلاص المتهم اللي عندي ما حدش يتوقعه خالص، وانا اوريهولك دلوقتي. مش انتوا عايزين تجننوني يا بتوع 1800؟ انا اوريكوا الجنان. هات الواد اللي معانا المسجل. تمام يا باشا. بس استنى عليا، استنى عليا. تعالى يا ياض، امضي يا ياض ان انت اللي قتلت الكونتيسة. امضي هنا. امضي يا باشا، الناس دي مجانين ولا ايه؟ مجانين، انتوا لسه شفتوا جنان. امضي وخلصنا. يلا اخلص. هات يا حبيبي كده 100 100 القضية وزي الفل، وانا اقوى ضابط مباحث شافته المنطقة، وهوريكوا في المحكمة. قشطة. انا بقى هتجنن معاكم. مش انتوا عايزين تروشوني ب 1800؟ انا هاجي معاكم 1800. ادخلوا الراقصات، شغلوا المزيكات.
حول ولا قوه الا بالله. البودره دمرت الشباب. ما تحطش في بالك يابا، المهم انك ربيت ولادك احسن تربيه. لا يا ابني، ربنا يبارك لي فيك انت واختك، انتوا النعمه اللي اداني ربنا. بس انا صعبان عليا شباب البلد، بودره التلج دمرت اجيال. بذمتك دول المستقبل، دول هيبقوا مستقبل. البودره دمرت شبابك يا بلد. حول ولا قوه الا بالله. اللي الواحد شايفه ده معلم، عايز سندوتش معلم بطل. ده ايه ده يابا ده؟ انت مش بتسمع يقولوا واحد بيشرب بودره وواحد غرقان في البودره؟ هو ده الغرقان في البودره. ودي اخرتهم ايه دول يابا؟ سلوخات والعياذ بالله. قوم بقى غور من هنا. يلا هتغور من هنا يا يلا يا. ايه ده؟ بس ايه يا حاج ده؟ ايه اللي عرفك بالبودره والكلام الكلامت ده؟ لا ما ابوك كان شقي ياض يا ميشو. من زمن الزمن كنت قدك كده. ايام ايام يا ميشو اشتغلنا انا واصحابي ببودره التلج وبودره العفريت، سدد لنا مليونين وعملنا فلوس ملهاش عدد ولا حصر، لحد ما في 24 ساعه خربوا بيوتنا وفلسونا. ازاي يابا؟ دخلوا لنا بقى نزلوا الزيوت والكريمات وقعدنا احنا نولول زي الحريم. بس الحمد لله ربنا ايه ختم لنا بالحلال، وربنا يبارك لنا في ايه؟ في الخشب. في ايه؟ الخشب. يلا ننزل مغلق الخشب. يلا يابا. اسمع كلام ابوك يا ميشو، خليك واد فروي، الحكايه كلها والبيزنس كله في الاخشاب يا ابني. سيبك من الكلام الفاضي اللي بيعملوه في الناس، ان الفلوس زايله. المراكب بتتعمل من ايه؟ من الاخشاب. السقوفه دي بتتسقف بايه؟ بالاخشاب. الابلكاشه دي تنتمي لايه؟ للاخشاب. يلا بقى ننزل المغلق وربنا يبارك لنا. يلا كلمه السر يابا. صدق ابوك باين عليك كبر يا ميشو، معلش. افتح يا باب، احنا الاحباب وتجارتنا هي الاخشاب. لا ده يا عم يا حاج. تعال. مين حبيب بابا؟ ميشو. مين روح بابا؟ ميشو. ربنا يبارك لك يا ميشو. نور يا معلم. عامل ايه يا ياض؟ كله تمام. شد حيلك، طبخها وطبخها كويس، ناشف ايدك وما تبلش تاني. عامل ايه يا هارنوش؟ خدامينك يا معلم. يا ريت تكون العلامه اللي في وشك دي بقت درس وبطل الداء القديم. انا خدامك يا معلم، ما اقدرش. انا عارف، ما انا عارف. وريني. ايه دي ياض؟ ها؟ دي استباحتي يا معلم. استباحتك؟ بتستبح بكل دي؟ ما شاء الله، هعديها لك. فرش عامل معاك كام قطه؟ 25 يا معلم. 25 بالظبط؟ اه 100 100. انا اهم حاجه عندي الميزان والدقه في الميزان. يا رجالة لازم تفهموا إن سمعتنا هي سر استمراريتنا. بس المرة الجاية عايزة 28، عايزين نكسب. ها؟ أوامرك يا معلم. يا أبويا، أنا كل يوم أتعلم منك حاجة جديدة. واحد غيرك كان يقول لهم عايز في الفرشة 30 40 قطة. لا أنا عايز أفهمك حاجة، الحنية في الشغل تطول العمر وتكسب، القسوة تجيبنا ورا. مين اللي سبب الصبة دي؟ أنت يا معلم. تسلم الأيادي، تسلم الأيادي. نقص 10 سم. فهمت يا حبيبي؟ فهمت يابا. والاهم من ده ومن ده عايز اقول لك نصيحه، افهمني بقى، ابوس ايدك، ابوس ايدك، خليني افرح بيك. ها؟ خليني افرح ايه؟ ياض عايز ادب ايدي، ايدي توجعني. ايه الرهرطه دي؟ انشف بقى ياض، عايزك عود خرزان. اسمع نصيحه تاخدها من ابوك محدش تاني هيقولها لك طول حياتك، اوعى تامن لحد مهما كان. زي مين يا حاج؟ زي صرصر ابن خالتك وحبيبك. افتح بطل صرصر. ايوه انزل يا هات، انزل يا خاين يا كلب. اقفل صرصر افندي، مرشد للحكومه وبيرشد على مين؟ على المعلم ابراهيم العقاد. شفت؟ اوعى. شفت النسيبه؟ شفت الوكسه اللي احنا فيها؟ بترشد على مين؟ على رباك وجوز اخوان اخيه. يعني ايه يا يابا ده؟ حنام. حنام حنام ايه؟ انت فاهم حاجه قبل حنام؟ فاهم ايه يابا؟ وكان ايه لازمته الشريط اللاصي؟ حرمت عليك عيشتك يا خاين العيش المال. قول لي يا عم وقسع. خلاص انا عشان خاطر امك وامه والله كنت ناوي شويه على النار، بس خلاص سماح، انا مش هقتله. اصيل يابا، بس هتبحه. ايه رايك؟ بصراحه يستاهل. وي 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 كده 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 وي حنام. حنام. طب ما تقول حنام لوحدها، اللي قبله كله ملوش لازمه، محدش فاهمه. انت قاعد يا زفت. امرك يا معلمي. يلا خد الحته دي قطعها وشفيها وعبيها في كاس وبعتها لي على البيت. امرك يا معلم. على انهي بيت؟ البيت الكبير. يلا يلا حنام. حنام. يلا يلا يا خاين.
اكتر حاجه اكرهها الخيانه، اكتر حاجه. الله نور يا كباس. اضغط اضغط، ما عندناش وقت، العربيات جايه بعد الساعه. ايوه ياض عايز امسك عظمه، الله يخرب بيتك. اسمع كلام ابوك، انت ياض اللي هتشيل كل حاجه من بعدي، والحاجه دي محزناني قوي. ياض اجمد بقى واسترجل. اهو يابا، ثلاث حاجات ما تقربش منهم في حياتك. ثلاث ايه؟ حاجات. اول حاجه ضابط المباحث. ضابط ايه؟ المباحث. تاني حاجه المرشد، لان المرشد بيقول لضابط المباحث. ثالث حاجه البيتزا. البيتزا هي اللي عامله الرهراته والبلاوي اللي انا شايفها. خلاص يابا فهمت؟ فهمت. ربنا يبارك لي فيك يابا، ربنا يبارك لي فيك يابا. انا كلامك ده حاطه ستيتس على الفيسبوك. حاطه ايه؟ ستيتس على الفيسبوك. جدا. وكل ما افتح اللاب اقراه. حطيتني واد على الفيسبوك والستيتس؟ امال يابا حطيت امك ولا لا؟ عشان بتزعل وتجيب. طبعا يابا. حط عمتك عنياد بالمره، ودي حاجه تفوتني. ربنا يبارك لي فيك يا ابني في الستيتس بتاعك. كبرت ياض، ياض كبرت. تعالى في حضني يا ابن عمري. ياض مش عارف اقفل ايدي عليك، الله يخرب بيتك. كله من خيرك يا حاج. خير ايه؟ 600 كيلو وتقول لي خيري؟ ده انتوا خلصتوا خيري، يخرب بيوتكم. يلا رجاله شدوا حيلكم. يابا مش هتجيب لي الفيسبا اللي نفسي فيها؟ فيسبا؟ فانا بقى لي ساعه عمال اديك نصايح، ودخلتك المعمل الخاص بتاع الرجاله، وتقول لي فيسبا؟ الله يخرب بيتك. اطلع عنه من هنا. خلاص يا ابا، خدش معايا المخزن. خلاص يا ابا، فيسبا انت ابن الهايفه ده، ما تشتغل يا ورده. بنت يا ورده. ايوه ايوه يا حاج. ايوه يا حاج. سخني لي الكارع اللي فايت من العشاء. عينيا، قررت تاكل كوارع؟ اه قررت. حاضر. يوه مال وقعت مني. ايه؟ ورق الطلاق. حلو قوي. بص بقى يا ورده، شغل السهوكه والخلاعه ده ما بيدخلش عليا. وبعدين عايز اقول لك على حاجه هتصدمك، امكانياتك مش ماشيه مع اهدافك. لا متهيألك يا حاج، كل اللي في المنطقة اعترفوا بإمكانياتي. كلهم بيخدعوك يا ورد. بقولك البضاعة وصلت؟ وصلت. قطعتيها؟ لسه. سلفنتيها؟ لسه. بعتيها؟ ابيعها ازاي وانا لسه لا سلفنتها ولا قرطنتها ولا قطعتها؟ خد صوتك، خد صوتك. بقولك ايه؟ ايه يا حاج؟ انا بقالي 50 سنة في السوق، سمعتي زي الجنيه الدهب، عشان ملتزم في مواعيدي. انا بقيت نمبر 1 في المخدرات عشان ما باخرش الشغل. خش قطعي وسلفيني وجهزي البضاعه. يلا غوري. من عينيا، بس اياك يطمر. مش هيطمر. اه لقيتها. هي ايه؟ ورق الطلاق. يا سليحه. ايه خالص يا المجنونه دي؟ حاول اقول لك قوه الا بالله. بابي يا سيبابي، حبيبي يا بابي. عايزه ايه؟ في واحد برا. خلاص عايز اكل. في واحد عايز يقابلك برا دلوقتي حالا. ده اسمه ايه ده؟ اسمه مدحت. وبتاعي مدحت ده عايزني في ايه؟ ده عريس جاي يتقدم لي. ويجي كده فجأة كأني كريمية، ما يعرفش ان انت بنت الحاج العقاد. اقول ايه؟ اقول ايه؟ الواد ده مش متربي. هتقولي هتقولي انا اللي هربيه. ايه نظامه الجدع اللي واقف بره ده؟ نصاب ولا ايه؟ عاين وشوف وقول. عاين وشوف، هي لسه فيها معاينه؟ هيترفض، ما عنديش انا جواز دلوقتي، البنت لسه صغيره. ترفض ايه يا حاج؟ عاين الاول، ما تتنكش قوي كده. استغفر الله العظيم يا رب. قابل يا حاج. كبسه ساكت يا حاج. ايه؟ حاج حاج ايه؟ مش عارف الف. لا لف يا حاج. وربنا ما قدر الف. لا انا لففك، انا لففك يا حاج. انت هتوديني فين؟ انت هتسلميني يا ورده؟ يا حاج انت هتسلميني يا حاج. اتعامل اتعامل يا حاج. اتعامل مع ايه؟ استلم انت بدل هو ما يستلمك. خايف تكون البنت عرفت عننا حاجه وعايزه تسلمني. لا ما تقلقش يا حاج. يلا اهلا وسهلا. اهلا، ما تاخدنيش الاذن الوسطى، بتخليني مهزوز يا ابني. اهلا 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 اهلا. خطوه عزيزه، هو ده الاخ اللي قلت لك. اهلا. يبقى مات؟ هو ده مات. تحت امرك يا سعاده الباشا. اهلا بيك يا عمي. اهلا وسهلا، اتفضل استريح. اتفضل يا سعاده الباشا. لا هنا 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 نقعد، او جرب هنا، ما تقعدش جنبي. يلا يلا يلا، شوف اللي وراك. يلا قطعي قطعي ولفي وظبطي. عيني عيني. اللحمه، تقطعي اللحمه. اه 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 اه
اتفضل. ارجو اني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يا عمي. من يوم ما بدانا في الكار وقالوا لنا اللحظه بتيجي مره واحده. ربنا يستر. اهلا اهلا اهلا. كلمني عن اسرتك وعن نفسك. انا رائد في مباحث المخدرات يا عمي. يا حاج يا حاج حاج. معلش يا ابني، بس الاذن الوسطى بتخليني ارمي شمال. ربنا يكفيك شر المرض. اقعدي اقعدي. ارجو اني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يعني. لا يا اخي، ما قلنا لك في اي وقت اهلا وسهلا بيتك. خطوه عزيزه، كلمني عنك وعن اسرتك. احنا عيله ليها باع كبير قوي في الداخليه. ليها ايه؟ باع كبير قوي في الداخليه. اهلا وسهلا. والدي يبقى مساعد اول وزير الداخليه. زهرات يا ورده. وعمي يبقى مدير امن جيزاء. صوت يا ورده. وجدي اللي قبض على ريا وسكينة، لو تفتكر حضرتك في الفيلم. ما اتفرجش على افلام. وجوز خالتي يبقى رئيس مباحث امن الدولة. حق ايه؟ حق يلا يحرق الحق واللي قبل الحق في يوم واحد. ده ختمها لي ختمة وحشة لما المؤاخذة يا ابني. الاذن الوسطى بتخلينا اخرف. شديني يا حضرة الضابط. إن شاء الله. الله على النسب يا وردة. أرجو إني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب. زهقناش بقى يا سعادة الباشا، ما قلنا لك أهلا بيك. سلفنتيها بسلفان أحمر. ما لقيتش أحمر، حطيتها في أخضر ياكل. لا 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 ما ياكلش، سلفنيها في أزرق ونزلي السعر. حاضر. يلا أنت عارف اللحمة والغلابة. أهلا يا حضرة الظابط. أمورنا يا أخويا. أنا جاي أتقدم لطلب إيد بنتكم المصونة. وجوهركم المكنونة. أنت هتقول لي قصيدة شعر. من هي ايلالي؟ اهلا بيك. اهلا وسهلا. علم وجاي يا ابني. انا مضطر استاذن يا عمي، ندائي الواجب. خير يا حضرة الظابط. في تاجر مخدرات بدور عليه بقالي شهرين، واخيرا عثرت عليه. مطلوب مني ايه يا قوم؟ لقيتوه فين يا حضرة الظابط؟ أكبر تاجر مخدرات في الزاوية الحمراء. الدكليل. معلش معلش، أصلها رقيقة أوي بتزعل لما الناس تتحبس. هنخرجه هنخرجه. فرفش فرفش فرفش. عجيبة. هو حضرتك تعرف عبد الجليل؟ أعرف عبد الجليل منين؟ أنا سمعت اسمه في الجهاز. هو لسه في تجار مخدرات في البلد؟ يوه يا عمي، دول كتير أوي. زي البق في البطانية. بس بشرفي. أنا إيهم بقى ابعد يا حاج لحسن هيرجع عليك. إيه رجع إيه في الليلة السودة دي؟ ربنا معاك يا ابني وطول في أمرك. نتشرفنا بيك وسلم لي على والدك. يوصل يا عمي. الله يخليك. بعد إذنك. تفضل، ده يوم المنى إنك تشرفنا تاني. وصلي ساعة الباشا ورد. يا باشمهندس. أيوه. طارت منك وأنت واقف على الباب برا. هي إيه دي؟ الدبورة اللي كانت على كتفك. بتهزق يا عمي. لا لا استغفر الله، تعبانه ست غلبانه. مع السلامه. مع السلامه. انت بتشاوري له وفجاه بتشاوري له. انت عايزه ايه؟ انت عايزه تحبسيني؟ ايه البلوه اللي انت جايبها لي دي؟ انت عايزه تسجنيني؟ انت مش عارفه ان ابوكي بيشتغل في الاخشاب، وساعات الخشب ده بيبقى فيه شويه منه مسوس يعني. عايزه توديني بداهيه؟ اخوك المسجل ده هو واصحابه لما يطلعوا لقوا البلوه ده هنجرى لهم ايه؟ على طول ما انت متجوزاه. استر عليها يا حاج. استر عليها ليه؟ هو حصل ايه؟ اوعى تكون هبله يا بنت. مش هحبه يا بابا. مش هيار امك ورحمه امك ما انت متجوزاه. بص بقى يابا، هتوافق على مدحت خير وبركه، مش هتوافق وحياه امي اللي هتجوزه واهرب بيه. الله الله، تتجوزيه ولا وتولنا على الكراسي وبقينا نزعق. لا تعالي بقى افهمك الصح. ما تنسيش بقى يا حلوه ان انا مضيك على وصولات امانه وممكن احبسك دلوقتي. لا ما حصلش. لا حصل. لا. فاكره الاستمارات اللي مضيتك عليها بعد الثانويه العامه بتاعت التنسيق دي؟ كانت وصولات امانه وماسك عليك السيديهات وماسك عليك الصور، يعني ممكن افضحك في اي لحظه. يلا على اوضتك. يلا. انت شبهت لما تخص اوضتك انا مروقاها. اوعي تعكسي السرير. تكنيله بنت رخمه. اليوم المهبل ده نعمل ايه في المصيبه دي يا ورد؟ اخلص منها واقتلها. اقتلها؟ يعني ما دخلتش السجن في المخدرات، اخش في قتل بنتي؟ يا نهار اسود. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا شايلها للواد اخوها يغرف ده يا ام الاثنين. اقعدي خلينا نكمل الكوارع. عينيا. اكل معاك كوارع؟ طبعا. انا
انا مش تعبان عليها الا حاجه واحده. إيه؟ لهبل ابن لهبل ابو ريال اللي هيتجوزك ده هيتهنى يا حاج بعد امر طويل ان شاء الله. اشربي اشربي. يا نهار اسود ضابط شرطه يا اخوان يا افضل اتعلم. الواحد ما بقاش فاهم حاجات كتير بتحصل في الحته. ورده للصنف النظيف. في محلات بتفتح في الحته من غير ما نعرف يهزوا ليه. بس هنعرف هنعرف. بقول لك ايه يا عم الاسطى؟ ايوه معلم. الف مبروك يا سيدي. انا بتاع مين المحل ده؟ المعلمه ورده والشماعه اللي معاها. معلمه ورده وفي معلمه اسمها ورده من غير ما نعرف. ورده مين يا ابني؟ معلمه ورده يا معلم. مين المعلمه ورده؟ خدامتك يا معلم. بنت ورده الخدامه اللي عندي. الله الله الله. والشماعه اللي معاها مين اللي اشترى البيت ده؟ المعلمه ورده والشماعه اللي معاها. يبان عليه شماعه معتبره. يبان عليه شماعه وابوه شماعه وعيلته شماعات. حلو. البيت برضه وقعت واقفه شكلها. وهي فين المعلمه؟ منتخه فوق شويه. خليها منتخه مش شاكلين اصلا. تعال شمشاه. الله يخليك يا معلم. هاخد لك مارينا خشب. الله يخليك يا معلم. الله يبارك لك. معلمة واردة والشماعة. اما نشوف. هو الشماعات كتير دلوقتي. عيال ملهاش رجالة تربيها. دستور. الله. ده كلام صحيح بقى. انا قلت الواد السماعي بيخرف. وقلت هطلع على واردة كده ولا واردة كده. ده طلعت البنت واردة الخدامة اللي كانت بتشتغل عندي. سبحان العاطي الوهاب. سفرة. بعد ما كنت بتزغرطوا انت واهلك على الطبليه وستاير وقيمه. الله 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 الله. جري يا ورده. منين ده كله؟ انت مالك يا عقاد؟ في ايه؟ داخل علينا بالحنجل والمنجل كده يا عقاد؟ قلتيها يا ورده. انا المعلم ابراهيم العقاد يا بنت. اوعي العين ما تعلاش على الحاجب يا ورده. اسكت. مش دلوقتي بقت تعلى وتعلى وتعلى لحد ما وصلت للقيمة. والنبي طبعا. ما كل ده بفضل البقف ابن البقف اللي عملك الهلومة دي. معلش نسينا نتعرف عليه. وقابلك ايه تاني اللي فندي؟ ما بلاش يا عقاد. ما فيش بلاش. لازم اعرف قابلك ايه يا وردة. دكانة وشقة. وردة 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 وحشتيني يا وردة. ياض اللي جابك البيت النبي. ايه اللي بيطلعك هنا؟ انزل على المغلق. كلمتين مع الكلبه ديت وهجيلك. يلا تعالى تعالى. انت عايزه يسيب بيته ويروح على فين يا عقاد؟ لو انت مشمش. انت ميشو البقف ابن البقف. انت ميشو الشماعه الناطع ابن الناطع. ليه يا ميشو؟ ده انا منبهك قلت لك خلي بالك وحذرتك. مالكش دعوه بظباط المباحث ولا المرشدين. دي اخرتها. ليه يا ابني؟ انا عملت فيكوا ايه يا ابني؟ انا شقيت عليكوا وربيتكوا بالحلال. انت يا ميشو؟ ايوه يابا قلبي وما يريد. انت عارف ان ورده احسن واحده بتعمل بيتزا في المنطقه. بيتزا؟ طول عمرك عجل في كرش بتجري ورا بطنك. تبيع ابوك وعيلتك وناسك عشان بيتزا ولا عشان لبست لك الاحمر والاصفر وبلافيتك يا انطاره؟ الله يخرب بيتك وبيت اليوم اللي خلفتك فيه. وطبعا جبت لها الدكانه والبيت بفلوس النقط اللي قاعد قدامك. وطبعا اكيد حطيتها على الاستديوس اللي حطيتنا انا وامك وعمتك عنايات عليه. لا ما تقلقش خليته شالني من عليه. اصلي لقيته بيئه ولامم. خليته عمل لي هاشتاج على تويتر عجبتني قوي الحمامه. والهشتاج ده مش كانت اختك اولى بيه بعد ما جوزها دخل السجن يا ميشو؟ ضحيت بعيلتك كل. مالك يابا؟ في ايه؟ وايه اللي جاب البحر هنا يا ميشو؟ بحر؟ مالك يابا؟ ساتر يا رب. كسرتني اختك كسرتني باليمين وانت كسرتني بالشمال يا ميشو. طب تعالى لما اجبسك. هيك 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 ابوك بيهقر. قال الشال الرعاش يا ميشو. يابا بتفقر ليه كده؟ قال الشال الرعاش يا ميشو. ابوك بقى عبيط يا ميشو. وايه اللي عبطك؟ يا ابني هديت ابوك يا ميشو.
ابراهيم العقاد اللي كان شنبه بيهد الدنيا. راحت عليك يا شنب، كله اللي شنبك يابا راحت عليك. ايه مسك الشنب يا بيشي. ايه يابا ما قلت له بلاش يا عقاد. سينيور سليمون، الزم حدودك بجزمتك الحمرة دي. انت جاي في مكتبي تهددني؟ انا سعد التالي، انت مين؟ صدقني مستر سعد، انا مش جاي اهددك ولا احزنون. زي ما بتقولوا ما على الرسول الا البلاغ، انا جاي وحامل اليك رساله. يعني خلاص المافيا رجالتها خلصت لما يبعتولي السينيور زيك لابس لي باروكه؟ قلت لك 100 مره دي مش باروكه، ده شعر الاصلي، وهو ده سبب قوه المافيا، قوتنا الحقيقيه. انك تفضل متخيل ان دي باروكه مع انها شعر الاصلي. سينيور سليمون ولا لانشون، انت انا والساده المشاهدين بقالنا جزئين عايزين نفهم المافيا عايزه من سعد التالي ايه. اي نعم انا رجل اعمال مشهور وعندي مقاولات وليا سيرتي الذاتيه الفظيعه اللي اتعملت مسلسل، بس برضو عايزين نعرف انتوا عايزين مني ايه. مش عارف، انا كمان مش عارف، صدقني انا مش عارف. انا كل اللي اعرفه ان انا مش طايقه واني شغال في المسلسل ده وبعمل فيه مشاهد كتير قوي اعذبك فيهم ولا اطشلك ولا اطخلك، اوكن لك كل شر. كل شر؟ ايوه. يعني اعتبر ان انت جاي ناويلي على الشر؟ اكيد، بس يعني بشكل مش مباشر، يعني تقدر تقول كده بالورد بالاختلاف حاجه زي كده. يعني يعني ايه؟ عايزين مني ايه؟ مستر سعد، عايزينك تتعاون معنا. تعاون معاكم في ايه؟ في يعني هو انت لازم تحرجني؟ يا خلينا بنتكلم مع بعض، بنملى وخلاص. املى بقى. بنملى وخلاص؟ يعني ايه يا حبيبي؟ يعني لو فكرت تلعب بينا او تغدر بينا، انت ما تعرفش المافيا ممكن تعمل فيك ايه. هتعمل ايه ان شاء الله؟ اوه حاجات كتير قوي قوي. ممكن ننزل ميدان التحرير ونبيع كشري ونحدف بالطوب والمولوتوف ونخطف ونسرق ونقتل ونعمل حاجات كتير قوي. مطلوب مني ايه دلوقتي؟ اتحداني. اتحداك انت؟ انا سعد التالي، انت مين؟ انا المافيا يا عمو. وما تنساش تسلم لي على صفاء ووفاء. هيا ألفر، اخبار صفاء ووفاء ايه؟ ايه؟ بعتهم لي على المكتب ليه؟ ليه تبعتيهم على المكتب؟ انا قال يفضلوا في البيت في ميتهم وفي كاسهم. باي باي دلوقتي. فوزي، رفقي. خير يا سعد بيه؟ مالك يا ابن عمي؟ صفاء ووفاء في خطر، لازم أأمنهم في مكان سري جدا وآمن جدا. ايه ده يا سعد بيه؟ عشان تعرف تفكر. تعال ورايا. رفقي. فوزي يا سعد بيه. فوزي ايه؟ رفقي يا سعد بيه. شوقت يا جماعه، انا قلقان، قلقان جدا. خير ان شاء الله يا سعد باشا. خير يا سعد بيه، ربنا يجيب العوائل السليمه ان شاء الله. ربنا يستر. فين صفاء ووفاء؟ اهم يا فندم. ركزوا معايا يا جماعه، مش ملاحظين ان صفاء خاسه شويه؟ انا ملاحظ ان خياشمها بتجيب ميه. فعلا يا سعد بيه، زعنفها دبلانه شويه، وخلي بالك من السخونيه. سخونيه؟ انا هعمل ايه غير ان انا معيشها جوه الميه؟ تفتكروا يا جماعه ان المافيا ممكن توصل بيها الخساسه والنتانه انهم يؤذوني في صفاء ووفاء؟ خصوصا ان هم عارفين قد ايه انا واسرتي مرتبطين بيهم جدا. ايه ده يا سعد بيه؟ ربنا يستر، ربنا يستر. ايه الجنان ده؟ انا سعد التالي، انت مين؟ انا زكي الساعة اللي بشتغل عند حضرتك يا سعد بيه بقالي 20 سنة. ارفدوه. حاضر. خلصنا. لا مؤاخذة يا اخي. اتفضل اتفضل اتفضل. تعال انت معايا، وانتوا الاثنين خليكم في الشركة. كلم الراجل بتاع حواد السمك يعمل لي حوض فولاذ ما حصلش.
فاهمين؟ حاضر. يلا يا مع السلامة يا سعد بيه. مع السلامة يا باشا. يخرب بيتك يا سعد بيه. أنا سعد التالي. هات العربية بسرعة. صفاء ووفاء لازم يروح للدكتور. اهبط بوفاء غرف داهية. وفاء؟ لا وفاء بخير. صفاء 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 صفاء. صفاء أنا سعد التالي. أنت مين؟ وقال لله يا سعد بيه. أنا متشكر جدا يا فندم لتشريفك وما قلكوش في حاجة وحشة. ألف شكر. إحنا لقينا دي بعد حد. الشبكة دي أول مرة أشوف صفاء كانت ملفوفة فيها، كانت مرمية على صخرة في أبو قير. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب. يا صفاء أنت السبب، أنت السبب في اللي بيجرالنا في البيت ده كله، بسبب تهورك وجنونك. يو نو أنت واحد مأزق. أنا مأزق؟ تعالي تعالي هنا، تعالي تعالي يا أختي تعالي. إيه المسخرة اللي أنت لابساها في العزل؟ أنت جاي تعزف رقصة؟ دي سمكة ومش أي سمكة، دي صفاء. اولا الدرس اللي انا لابساه ده هي كانت بتحبه جدا وبتفضله. تكلمي بجد؟ ثم ده ايه الاسود انت قلت لي ده ايه مش بتاع العزاء؟ لا سيبك من الاسود طالما كانت بتحبه خليك لابساه. خليك لابساه. انت بقى اهدي. اتفضلي يا حبيبي اتفضلي اتفضلي اتفضلي. يا صفاء يا حرام على غالي عليا يا صفاء يا حرامي. غيري لاختها، ما هي وفاء موجوده. حرام عليكي بقى، كفايه كده. يا ما قلت لك اسمع كلام المافيا، اسمع كلامهم واديهم اللي هم عاوزينه. ما سمعتش كلام كالعاده. انا اسمع كلام المافيا؟ انا سعد التالي. المافيا مين؟ يا حبيبتي يا صفاء. خلاص يا ام ابراهيم. يا غالي يا عليا يا صفاء. خلاص يا ام ابراهيم ما تزهقناش بقى. مش فيك لوحدك. خلاص يا اهلا بالمعلمين، يا اهلا بالمعلمين. يا حبيبتي يا صفاء. خلاص يا معلم. اشوفك. وقال لله يا سعد بيه. شكرا يا معلم. انا الحاج مجدي صاحب محلات مكدوب للاسماك. ونعم الرجاله. المرحومه كانت عزيزه علينا كلنا. مش عليك لوحدك يا معلم. انا عمري ما انسى اخر نظره ليها واخر حاجه قالتها لي قبل ما تموت. قالت لك ايه ارجوك؟ صفاء قالت لك كده؟ ايوه. ما قالت لكش حاجه تاني يا حاج مجدي؟ ايه كانت بتبطل كلام. قالت ايه تاني ارجوك؟ بس انا فهمت ارجوك. الكلام اللي قالته صفاء ده بقى سر بيني وبينك، ده كلام خطير كبير يا سعد بيه. مين الاخ؟ وده الحاج تنني مندوب حلقه السمك. حاج مين؟
كانني اهلا وسهلا اضطر يعذب طباق بنفسي. شاكرين يا حاج وحلقه السمك. ثانيه واحده ثانيه. مين الاخ؟ اهلا وسهلا. دي جايه ليه؟ تعذب مين؟ تعذب صفاء؟ هو انا ناقص جايين تشمتوا فيا؟ بره مش عايز ولا قطه تخص العزا. اتفضل بره. انا جاي اتعذب اللي كانت بتحوم حوالين الحوض ليل ونهار عشان تاكلها. استخص على القطه. ايه ده سعد بيه؟ لا مؤاخذه شرفنا يا حاج شرفنا. هو ماله جاي يستظرف ولا ايه؟ معلش يا عمي انا هنا. انا هنا. مؤاخذه لا مؤاخذه. انت تعرف المرحومه؟ كنت اسمع ان طعمها حلو. احنا هنستظرف ولا ايه؟ طعمها حلو. متحسن كلامك. انا احنا نعرفوها من زمان. ايوه داني اللي اصطدتها. انت اللي اصطدتها؟ ايوه. الراجل الزفت اللي انت جايبه لي ده جايبه يحرق دمي. اطلع بره مش عايز قرف. ايه ده؟ المواد القبيحه ديت والزفره دي اذا كان في اباحه ولا زفاره فيهمنك انت. ده تعرف حاسبك على العيله دي؟ هتعمل ايه يعني؟ هتعمل ايه؟ العيله دي خد وامشي خد وامشي خد وامشي من هنا. خد يا حاج مجدي بلاش قرف. ايه ده؟ ايه الفوضى دي؟ ولاد الشوارع يا حبيبتي يا بابا يا غالية عليا يا طباع. زهقتيني بقى زهقتيني بقى. انا طباع الحوض اتنيلي بلا حوض بقى يا حاج مجدي. ايوه تعالي بيه. يلا بره خد الولادي بره. تعالي هنا. انت خرجتي امتى؟ يا طباع يا حاج مجدي. ايوه يا سعد بيه. شيل يلا اصيل يا سعد بيه. ما تخرجنيش بايدي فاضيه ابدا. سلام. ايدي يا مدام. خدها بدل ما اطلعها. يلا طباقة غالية علينا كلنا. اتفضل الولية ماشية ازاي في العزا بتستفزني بتستفزني. نور يا حاج. واحد الله واحد الله. اشكر لي اهل مطروح كلهم فرد فرد وكل صيادينها رجالة. الحمد لله. الله يرحمك يا صفاء. جيزو جيزو استنى يا بنت جيزو يا بنت جيزو ادش الدش الدش قطع. خلاص يا عطية خلصت على الجهاز اللي دادي جايبهولي كله. دادي؟ دادي مين ده يا بت؟ بابي. برعي برعي المنجد بقى اسمه دادي يا بنت المنجدة. بقولك يا بت صمت تام جري حالا تروح تجيبيلي الواد بتاع الدش. حاضر حاضر. خلاصي اهو جه اهو اهمد بقى. خلاصي. مساء الخير. ده منزل الاستاذ عطيه ابو الضلوع. اه انت بتاع الدش؟ اسمها بتاع الدش. اسمها انا المهندس فني الكترونيات. طب خش يا باشمهندس الكترونيات قول له الكلام ده جوه. حاضر يا فندم. مساء الخير. مساء الخير. لا مؤاخذة سوري انا اسف انا اسف سامحني اصلا. مساء الزفت والقطران عليك. انا اسف يا حاج انا اسف. انت بتاع الدش؟ ايوه يا فندم انا مهندس فني الكترونيات تحت امرك. ولا انا اسف. ولا ايه في ايه يا فندم؟ عارف لو ما ظبطتش الدش ده انا هعمل فيك ايه؟ تقعد تشوف شغل كده. مش هضربك بايدي دي. لا بلاش دي بلاش. عشان دي ضربت العظماء. العظماء اندرتيكر وهوجن. هو في ايه؟ انا هضربك بايه بقى؟ صاعك الناموس. صاعك ناموس؟ ايه ده انا حشره؟ هو ابوكي ماله مجنون ولا ايه؟ اهلا جوز حضرتك. ليه عملوه ده؟ انت صباع من صوابعه. امرني يا فندم. انت شكلك مستبزني. مستبزك ليه يا عم؟ انا لسه انا جاي اصلح لك الدش. شكلك مستبزك. فين بطاقتك يا بطاقتي؟ ليه حضرتك وانا على المحور؟ ايه موضوع بطاقتي ده؟ اديله البطاقه. اتفضل يا حبيب بطاقه. اتفضل يا فندم. ما تقلقش كله هيبقى زي الفل. صدق شكلي اديتها للجنه وما ادوهانيش تاني. معلش 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 معلش. بطاقتك فين؟ ما انا بدور عليها حضرتك. اصل انا اتفاجئت انا جاي اصلح مش جاي اطلع لجنه ولا اقدم في التجنيد. خلي موضوع البطاقه ده بعدين. سيبني اصلح لك المصلحه. اوكي. انت اسمك ايه؟ ايه اسمك ايه؟ مش مشكله اسمي. خليني انا. اعرفني بشغلي. اعرفني بشغلي. ايه اللي هربان منك؟ ايه اللي مضايقك؟ ايه ده؟ ايه؟ قناه الساموراي. ساموراي ايه ده؟ انا عندي شويه قنوات بتنزل شغل احلى من اللي في الساموراي. لا قناه الساموراي بقالها 3 ايام بتقطع والنهارده قطعت. اسمع كلامي بس. إيه؟ اسمع كلامي. انا هجيب لك قنوات بتجيب شغل احلى من الساموراي. ايوه العظماء السته. سته؟ ايوه العظماء سته. ايه يا ابني؟ العظماء السبعه. ما الزعيم بتاعهم مات من شهر. انت مش متابع. شكلك مش متابع. انا هدلعك. سبعاوي مات. ايوه هو يعرف السبعاوي. سبعاوي مين؟ ده انا بهجس معاك يا اخ. واحد الله واحد السماوي مين؟ هو قريبه يا مدام قريبه. طب خلاص لو سمحتوا عايز ريموت التلفزيون عشان ابدا اشتغل. ريموت هتلاقيه هنا ولا هنا؟ ادور عليه. انا بشتغل عندكم مش بيتكم. ريموت فين يا عم؟ ما تهدى بقى وترتنا. دور على الريموت. انا ادور ليه وانا مالي؟ مش بيتك. اجري دور على الريموت. يلا هو طبيعي ولا هو اللي مش انتوا شكلكم انتوا الاثنين؟ ادور عليه فين؟ دور عليه هنا. حاضر انا بشتغل عندكم. ودوري انت كمان هنا. خد ايه اللي حضرتك ما في ممكن تقول لو سمحت. انا اقول اصلك واخد نص الشقه فممكن يكون موجود. اول ما بقومش. انا اسف. انا اسف. اعتمد على نفسك. استنى اعتمد على نفسك. استنى.
لف لف يا نهار ازرق ومنير. طب حضرتك طب بسيطه، انا ممكن انزل اجيب 12 ريموت واجي لك على طول. لا ليه ليه انت مش واثق فيا؟ بطاقتي بطاقتي معاك اهي، بطاقتي معاك اهي. لو مش واثق فيا انا شاكه ان هو اللي خد الريموت اصلا. تنعش ده انت نقاش. ايوه في ايه نقاش، بس هوايتي الاساسيه واللي ناجح فيها الالكترونيات، ما فيهاش حاجه يا جماعه. ولا ايه ولا انا الريموت ده بالذات لازم تجيبه لي، عارف ليه؟ ليه؟ هو ايه الموضوع؟ خير يا فندم؟ انا كان عيد ميلادي الاسبوع اللي فات. كل سنه وحضرتك طيب. وماما الله يرحمها جابت لي هديه قبل ما تموت الاسبوع اللي فات. امك ماتت الاسبوع اللي فات وبتتفرج على التلفزيون، ده انت البعيد ما عندكش دم. والله الراجل ده ما عنده دم. خلاص واحد الله، طب اعمل ايه؟ انزل اجيب لك ريموت واجي يا فندم. لا انا عايز الريموت ده. طب هو بتاعي، انتوا اصحاب الشقه مش انا. الريموت ده بصي الواد ده انا شاكك فيه. شاكك فيه ايه؟ وانا كمان شاكه فيك ان انت اللي خدت الريموت. لا تبان عليكوا عيله مجنونه وانا وقعت فيك. واحد الله واحد الله. تعالوا بس ما تلبس. هو بيعمل بيوطي فجاه في وشي ليه كده؟ تعالى استنى. ايه ده من الريموت اهو يا هوب يا هوب موت اهو. خد يلا الريموت اهو. اهرب اهرب وحياه امك وهسيبك بطاقتك معايا. الريموت 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 الريموت. الحمد لله الحمد لله ما فيش حد شافني وانا داخل العمارة. انا هعمل ايه يا رب في المصيبة دي؟ يا نهار اسود. مين مين؟ الو فين الريموت؟ هجيبك. الله يخرب بيتك الله يخرب بيتك. وادي التليفون وادي التليفون. اعمل ايه يا رب في المصيبة دي؟ الراجل ده شكله مش هيسيبني في حالي. من بيتك مين؟ الباشمهندس كريم النقاش. ازيك يا خالد؟ ازيك؟ ايه ده؟ مال لونك مخطوف كده ليه؟ بقول لك ايه ما تقرفنيش. ازيك وماما عامله ايه؟ كويسه؟ انتهينا ولا لوني ولا زفت؟ قول لي ما لونك مخطوف كده ليه؟ يا سيدي انا مخطوف ولا حاجه خالد، ما تقرفنيش بقى. لا والنبي تقول لي. عليه الصلاه والسلام. انا فورت يا خالد وقررت اهرب. ايه ده؟ انت كمان؟ اه وفي حد تاني يهرب؟ انا كمان هربان. هربان ليه؟ من الاكتئاب. انت لسه عندك الاكتئاب؟ ما تجمد بقى خالد شويه بقى، عيب يبقى جاري كده، اجمد بقى. مش انا لوحدي اللي هربان، ده كل العماره هربانين. تكلم بجد؟ اعتنيني بقول مفيش حس في العماره. مين هرب يا خالد؟ عرفت انت ماجده اللي في الدور الاول؟ اه هربانه. هربت ليه يا خالد؟ بس مش كلها هربانه. مش كلها دماغها هربانة. بس اللي هربانه منها. ومين تاني؟ كانت سوسن اللي في الدور الاخير هربت برضه. ايوه الله. انت عارف كل الستات اللي هربت مفيش راجل اخباره عندك؟ ما تجمد يلا وتقعد مع الرجاله بقى. بقول لك ايه، انا جات لي فكره حلوه قوي. ايه؟ تيجي نهرب مع بعض وربنا ما هرب معاك. عايز حاجه تاني؟ ليه كده؟ كده والله ما هرب. اذا كان انا مش طايق الناس كلها معاك في عماره واحده من رغيك ورزالتك. والنبي اهرب معايا. اهرب مش معاك. ههرب معاك ما تقرفنيش بقى بدل ما اعورك. يوه ايه ده عيل الرزق ده؟ هو ده وقته؟ دماغي وجعاني وودني كمان وجعاني مش عارف ارد. طب ايه ارد لك انا؟ لا لا هفتح السبيكر. الو فين الريموت؟ عطيه. عطيه مين؟ وربنا عطيه. ده عايزك انت. مش هبقى. ارمي التليفون ارمي التليفون. ايه ده؟ ارمي. روح استخبى عند امك. اسكت انت. طب هتكلمه يمكن عايزك ولا لا؟ مش عايزه انا مش عايز. يا كريم تعالى هنا انا بقول لك. ابعد يا خالد. يا كريم سبحانك يا رب في حكمتك فجأة قرر اهرب من بيتي ومن دنيتي اللي انا بحبها. واهرب عشان ايه؟ يا ريت عشان حاجة مهمة، حاجة تافهة. ريموت ريموت. اسيب السطوح اللي اتربيت فيه وكبرت فيه. اسيب الدشات اللي كنت بلعب فيها رايح جاي وانا صغير. الدش دوت بتاع انكل عبد الحميد اللي في الدور التاني. انا عارفه، ركبته معاه. بس كان راجل رخم، انا بوظهولك. يلا. العرب ساتي الجميل. كل العمارة فرحت لما ركب. بس خلاص بقى انا ههرب وهم يقعدوا يتفرجوا ان شاء الله عنهم ما اتفرجوا على حاجه. بس انا هبوظ كل الدشات. ما امشيش انا وهم يطلعوا يتهنوا بالسطوح اهو كله غلط. يلا يلا. والتكعيبه اللي انا عاملها بايدي كل ده ريموت يضيعوا. يا رب يا رب. ايه ده؟ ابويا ادعي لي يابا. ادعي لي يا امي. ادعوا لي في رحله الهروب الكبيره اللي هبداها. ما شاء الله عليك ابويا. بص ابويا كان برنس ازاي وقمر، وامي وشها زي القمر. بس شكلها كانت بتشتغل عنده في الاول لان المستوى فيه فرق كبير. بس ام ابويا هعمل ايه؟ والنبي تدعولي. يا نهار اسود انا فجاه قررت اهرب. طب اهرب اروح فين؟ ارض الله كبيره قوي دي لازم خطه. انا اول هروب ليا في الشقه اللي تحتينا عند عمتي عدل بتاع شهرين يهدوا عليا شويه. بعد كده رحله الهروب الطويل شويه في الشارع اللي ورانا اقعد لي سنه يكونوا نسيوني. بعد كده هاجي اختفي هنا بقيت عمري. هي دي خطتي بامر الله.
اريح بقى عشان شكل الرحله هتتعبني شويه. مش عارف، احنا بقالنا 3 سنين بنسال هو فين لحد ما نسيت احنا بنسالها عن ايه. كده القصه هيبهدلنا، ده ممكن يموتنا. لا بس في سؤال ممكن يخليها تجاوب. ايه هو؟ هو فين؟ هو مين؟ هو فين؟ هو ليه؟ هو فين؟ هو فين؟ هو دي مضايقاني قوي، مش عارف ابرق. اعترفت سونسون؟ يعني ما اعترفتش طبعا. وهتعترف ازاي؟ ازاي؟ ما انا معايا 2 نسوان، لو معايا رجاله كانت تعترف، لكن انتوا بقالكم 3 سنين بتستجوبوها طبعا. هتعصبوا لي بقى 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 اوف. جت عارف انا بسكر اوفر كده ليه؟ عشان اغيب عن الوعي. ريموت التلفزيون فين يا بت؟ وديت الريموت فين يا بت؟ اه صحيح، ما انت في بلاستر، هتتكلمي ازاي؟ طبعا طبعا، ما انا معايا جزء اغبية بتستجوبوها وحاطين لها بلاستر. يا جدعان عيب يا جدعان، يا جدعان رعوني بقى، ده انا بدفع فلوس ومهدد نفسي في الاخطار اللي في البحار وقرصان ونيل. الله يخ... ماشي ماشي، وديت الريموت فين يا بت؟ اكلمك اهي، ادي حجتك اهي. فين الريموت؟ ما خلاص تستهبل، مش بتلك الزفت. فين يا بت ريموت؟ في الليفينج. فين؟ في الليفينج. تقول لك في الليفينج؟ فين في الليفينج؟ تحت الكليم عند الليب. الكليم؟ عند الليب. عند الليب. انت جبتها منين دي؟ الحلوة منين؟ من سافت. في حاجة؟ أجدع ناس سافت وناس سافت. ثانية واحد. ما إيه؟ ما قالت؟ شلت البلاستر؟ قالت في الليفينج، مش محتاجة مجهود، صح؟ أنا في حاجة كده نفسي أعملها وأنتوا حسيتوها، خايفين، أنتوا خايفين، صح؟ معلش معلش. سكوا مرقص. ما بفهمش كلام. أي إيه الأوفر ده؟ انضربت بصاروخ، إيه يا عم ده؟ معلش مش هتفرق. بقعد ولا اقول لك سلامت. قتلتهم كلهم. لبست الركاله. اسمع الله عليك يا قمر. الله يخليهم لك. على الصبر وانا اروقك. ايه ده ايه ده؟ ده انت فهمتيني غلط خالص، ده انت طلعتي مراهقه. انا راجل ما بركزش في شهواتي، انا عايز الريموت وخلاص. فين الريموت؟ لفتك يا لعو يا لعو يا فضحتي. جريبه بنت وانا اغتصبك، بقول لك هقتلك. عارفه ليه؟ عشان اتفرج بالريموت لوحدي في الليفينج. اي بقول لك ايه، بقول لك ايه يا بت، الريموت الصغير بتاع الدش معاك؟ اه اوكي. طيب ما بشكرين قوي. هات هات بق، انا مش لسه ضربك طلقتين، انت هتستظرف. مساء الخير ابو جمانه. ايه ده؟ انا رجلي الخشب منمله ليه كده؟ في الليفينج تحت الكليم عند جلاب. 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 يا اخويا بطل السبيرتو اللي بتشربه ده، هيتموت. الريموت يا فوزي، الريموت يا فوزي بتاع ماما، لازم اجيب الريموت بتاع ماما، لازم اجيب ريموت ماما. قومي بتاع الباب. مساء الخير، انا ممكن اسال حضرتك شويه اسئله؟ معلش خديني على قد عشان انا هتجنن، خديني على قد عقلي. انت عندك سجاده؟ عندك سجاده في البيت؟ لا عندي كليم. عندك ايه؟ كليم. قوليها بصوت عالي. عندي كليم. وعندك ايه من الاجهزه والالكترونيات خاصه بيكي؟ ده سؤال برضو؟ اه. عندي لاب. هو ده، الكليم واللاب. تعالي قفشتها لك يا اللي قاعد. انت بتشرب ايه؟ 3 5 يا هايب. خد خد. اسمع اللي هقوله لك. انا نمت شويه وربنا كرمني، شفت المنام طلع كل الحقيقه. شفت ان احنا كلنا في بحر وناس لابسه لبس غريب ومش عارف من الناس دي كلها الا الوليه دي. بقول لها فين الريموت؟ كنت انا لابس برضه لبس زيها زي اللي في البحر. قالت لي الريموت تحت الكليم عندي اللاب. تحت الكليم عندي ايه؟ عندي اللاب. بس تعالي نمشي ورا بعض بقى. فين الكليم؟ ادي الكليم. تعالي وليه هنا. تعالي وليه هنا. فين اللاب بتاعك؟
فين اللاب؟ ادي اللاب. فين؟ ايوه وادي الكليب. طب نقلب كده. قلبي. الله اكبر. الريموت. الريموت. الريموت بتاع امك اهو يهبل يهبل. امسك. الله يخرب بيوكو. اوعى يحصل لك حاجه في التلفزيون وتبعت لي تاني. خدي ليه مني؟ خدي. خد في خلقتك. خدي مني يا دادي. قرف. اوعي. سامعك. يلا يا دادي. يلا. خد يا انت بتخونيني يا بنت. نبي يا اخي عشان تبطل تتفرج على قنوات المصارعه دي وتقعد معايا شويه. انت مالك؟ انت مالك تاخدي ريموت ماما ليه؟ تاخدي ريموت ماما ليه؟ بقول لك ايه؟ انا هطلعك بالثلاثه. عايز اتفرج على الريموت لوحدي. امشي امشي. تعاليلي يا ماما. تعاليلي يا ماما حبيبتي. الحمد لله ماما جابت لي ريموت. الله يرحمك يا ماما. الله يرحمك. يا بدردر يا بدردر يا جميل. صباح الفل يا جميل. بدريه بدريه. الله مش هتحقني على تيفا حبيبك يا بدريه. حبيبك هيكم. لا ده كده كتير يا بدريه. بقالك فتره قافله مني. لحد امتى؟ لحد ما تتنيل تبطل الهباب اللي انت بتضربه ده. يا راجل يا مفتري بص لنفسك في المرايه وشايف منظرك بقى عامل ازاي. ماله منظري وماله يا اختي؟ منظاري دوت من اهمالك. انت اللي وصلتيني لكده يا بدريه. لعلمك انا ما بستحماش بالجمعه لاجل ما ريحتك تفضل فيا وشماها. بحبك يا بدريه بحبك. يا توفيق ده انت عايش في وهم. يا نهار اسود اغنيها له دي ولا ايه؟ يا راجل يا راجل ده كل الناس عارفه انك انت مدمن. يا مدمن. ما تقوليش كده. انا مش مدمن. مش عشان بضرب فول حرات كتير ابقى مدمن. انت فاهمه غلط. الكلام ده في الكوسة في الطماطم. الحراتي عايز لي بتاع 10 فدادين عشان اوصل للادمان يا بدرية. لا مدمن مدمن فول حراتي وكل الناس عارفة واقولهم اخواتك. اخواتي؟ اخواتي عارفين وبيقولوا عني كده؟ وانت ايه اللي دخلك بينك وبين اخواتي؟ نسيتي نفسك ولا ايه؟ نسيتي انا جايبك منين يا بت؟ ده انت كنت بتلعبي قرود انت وابوك وامك على محطة القطر. يا بدرية يا شيتا يا شيتا. وجبتك عيشتك في حديقة الخالدين. احمد ربنا عالنعمة. واسحي لنفسك يا بدرية. اسحي وفوقي. ها وبعدين اخواتي اللي انت فرحانة بيهم دول انا المخ المدبر. انا زمان قبل ما ربنا يبليني بالفول حراتي كنت بضرب حرنكش وانا اللي كنت بعمل المشاريع وهم اللي ينفذوها. يا بدرية مش ليه ينفذوها يا اخويا ينفذوها. انت بتذلني يا راجل بتذلني باللي انت معيشني فيه. نهار اسود. انزل انزل لي كده اشتغل. انزل لي كده اشتغل بدل ما انت قاعد في حضني زي الوزه. لا انت كده زودتيها قوي. لا يا بدريه انا مش وزه. انت عارفه ان انا اسد ومش اي اسد. انا عصب. انا عصب يا بدريه. انا عصب يا بدريه. عصب. ايه ده ايه ده؟ الحقيني فلاه يا بدريه. الحقيني فلاه. يلا يا بتاع الحباية. لا الفلاه فيها 3 حبايات. هاتي واحده بس يا بدريه. هاتي واحده ابوس ايدك. طب اقول لك قولي لي فول حراتي في ودني. قولي لي في ودني فول حراتي. قولي فول حراتي فول حراتي فول حراتي فول حراتي. ربنا يخليك ليا. احنا اجتمعنا النهارده يا اخوانا لان انا واخويا الحاج محمد وزوج شقيقتي قررنا بصفتنا اعضاء مجلس اداره المؤسسه إننا نفتتح خط ونشاط جديد للمؤسسة بجانب نشاط التجارة في المواشي واللحوم. الله 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 يا حاج أحمد. قوم 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 يا محمد. قوم يا محمد. قوم قوم. كل لحمة ومشاريع من ورايا. أنا الكبير هنا وأنا اللي هي الكلمة العليا. يا أهلا وسهلا يا حاج. يا خطوة عزيزة. ايه خطوة عزيزة دي؟ جايلك من بورسعيد انا ولا ضيف انا في المؤسسة يا حاج احمد؟ انت بتصغر لي ليه يا محمد؟ ما تستهدى بالله يا حاج توفيق. مالك داخل علينا كده متزرزر؟ لا انا متزرزر ولا مش متزرزر. وتكلم معايا يا عادل. انا اخوك الكبير. ما تنفيش ليش كتافك يا محمد. انا بقول اهو. طب لو سمحتوا يا جماعة سيبونا دلوقتي لوحدنا بعد اذنكم. بس ثانية واحدة. اقعدوا. انا اللي اقولها. لو سمحتوا يا جماعة سيبونا شوية لوحدنا. ايوه كده ايوه كده ايوه كده. جرى ايه يا حاج؟ هي بدرية فاعتنا زر من بتوعها ولا ايه؟ جرى ايه يا حاج احمد؟
بابا اسمها الست بابا بدرية دي مراتي وتتكلم عليها باحترام ما تفورش دم يا حاج احمد لسه بتضرب الفول الحراتي ده برضو يا حاج ولا بطال واخده مسلوق ومشوي ليك شوف في حاجة ولا مالكش انا المشاريع دي كلها هلغيها ايه رأي الزادة الحاضرين مين ايه الناس كلها خرجت يا حاج توفيق برضو يردوا عليا يا حاج احمد هدي انت بس اعصابك كده وانا جايب لك حاجة زي الفل اورجانيك مين وحيد القرن ده ده جوز اختك يا حاج جوز هو انت جوزت اختي من ورايا يا حاج احمد وانا مت خلاص يا حاج احمد فول حراتي فول حراتي فول حراتي ماشي ماشي من النهارده كل اللي في المؤسسة انا اللي هديره خلاص يلا وحيد القرن عايزك بكلمتين إيه يلا بيه يلا يا حاج انت مزعلني يا محمد وبتنفش لي كتافك وبتصغرني الله 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 ايه ده يا حاج ايه اهو ما هداش انا اخوك وربنا كله ودنك يا محمد خلاص يا حاج هدي نفسك ما يستاهلش خلاص يا حاج انت بتاخد البنيه من غير رد فعل خلاص واثق في نفسك قوي بديله بالبوكس وبيزل دماغه ماشي ما اخذ حقك هتيجي فيك وانت اخويا الكبير الكبير ايه يا حاج انت نسيت ولا ايه انت الكبير هو انا الكبير ايوه يبقى هضربك يا حاج حكم كده يا حاج هضربكم كلكم انت بتصغرني ليه يا محمد يا محمد ما ده بيفور لي معلش دور على طاقيتك بقى خلاص يا حاج اخوك الصغير معلش اتفضل يا حاج اتفضل يا حاج ايه دي عربيتك اه يا حاج هو انت بتسرقنا في الشغل ولا ايه؟ اعوذ بالله يا حاج انا عمري عملت كده. امال جبت الفلوس دي منين؟ ايه ده دي عربيتك؟ كله من خيرك يا حاج. اه ايه اضحك عليا اضحك عليا. اتفضل يا حاج اتفضل ماشي 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 بكره نعرف كل حاجه. بالسلامه بقى. بالسلامه انت. سلام. بركة حلت على العربية والله يا حاج حلوة حلوة السقف ده هو انت مرتشي ولا ماشي بما يرضي الله اعوذ بالله يا حاج ده لحم اكتفي من خيرك يا حاج الف مبروك بقول لك ما عكش فولتين حداتي عشان الطريق يا حاج انت كده تقلت قوي يا حاج ما انت لسه واخد جوه يا حاج اعمل ايه طب خلاص ما يطارت ما انتوا عصبتوني في الاجتماع بس انا معايا حاجه تانية يا حاج ما اعرفش تنفعك ولا لا ما معاك ايه شويه حشيش كده حشائش لا 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 ده بيتعبني التاني فيه مدغ انت مش فاهمك انت في الفول الحراتي بقول لك ايه وانت ايه انا جوز اختك يا حاج صح كنت شحات ومش لاقي تاكل ونظفناك ودخلناك العيله فاكر ولا لا انا مش جاحد وعمري ما انسى يا حاج دي فيها كاكالاكس يا حاج اهو ما انت دوست عليه خلاص دي فيها كاكالاكس فيها انت شكلك بتسرقنا عربيه بكالاكس بس ايه يا حاج اعوذ بالله ما علينا انا عايزك في حاجتين مهمين وفتح مخك معايا امر يا حاج اول حاجه تقول لي منين بتستورد الفول الحراتي الاورجانيك لا يا حاج من غير ما نستورده احنا نزرعه في ارضنا وحط في بطنك بطيخه صيفي ويطلع اورجانيك ويطلع اورجانيك وزي الفل كمان طب الحاجه الثانيه دي فيها كالاكس براحتك يا حاج اهو كالاكس هو انت مرتشي ولا بتسرقنا في الشركه يا حاج انا عمري عملت كده يا حاج ايه العربيه اللي بكالاكس دي ايه دي طب ركز في اللي انا هقوله لك معلش انا عارف انها غريبه شويه في خبر لو طلع بره هذبحك انا بقالي 27 سنه بكتب دراسه جدوى لمشروع هينقل شركات نادي نقله نوعيه امر يا حاج يعني ايه نقله نوعيه يا حاج ما انت جاهل واحنا دخلناك عيلتنا نقله نوعيه لشركاتنا وكتبت كل دراسة الجدوى ومفيش مخلوق أراها امسك شاف علبة الكبريت دي علبة كبريت يا حاج
هتفتحها تشيل العيدان ترميها هتلاقي مكتوب جوه كل تفاصيل المشروع في العلبة دي. في العلبة دي. وماله؟ اوعى اوعى تضيع منك ولا تولع وتحرق المشروع. لا ما تخافش في الحفظ والصون يا حاج. دي فيها كلاكس. فيها كلاكس، ما انت دوست عليه 100 مرة. هو انت مرتشي ولا بتسرقنا ولا ايه؟ لا مش مرتشي يا حاج. ما انت جايب عربية بكلاكس يا حاج. ما هو كله من خيرك. طب ما معاكش فولية كده ولا كده؟ يا حاج انت خدت كتير قوي النهاردة، كده مش هينفع. طب شوف لي حبة ترمس اهدى بيهم شوية. لا يا حاج مفيش. انت بتاكل على الله، انت رخم قوي وقاعد في عربيتي ليه؟ من غير ما تقول يا حاج انا كنت ماشي من غير ما تقول. يلا يا تخين يا تخين افشله. سلام يا حاج. يا تخين افشله يا تخين افشله اللي جوزناك اختي في 60 داهيه. علبة الكبريت فين؟ علبة الكبريت فين؟ خد الواد التخين ومشي وسابني هولع بايه؟ وانا اديتها له ليه؟ دي فيها كلاكس. وانت مرتشي ولا بتسرقنا في الشركه؟ جايبه عربيه بكلاكس كله هيتهان. يا ترى ايه المفاجأة اللي هتقدموها في مشروعكم الجديد؟ في الحقيقة مشروعنا بيعتمد على 3 خطوات. بدريان على الهواء على قناة السنابل الزراعية، عشان تبقى تقول انا ما بعملش حاجة. دي قولي بقى لحبايبك وجيرانك وكل الناس. انا هقدم لكم، هنطلق النهاردة مع اخواتي طبعا مشروع هيفيد الفقير ويفيد الغني جدا. ما معكش فولايتين يا حاج؟ ما يصحش قدام الناس يا حاج. تعبان. فول حراتي. فول حراتي. حلوة. فول حراتي. كده اوفر دوز. اتعب يا حاج اتعب. شكرا. المشروع اللي هيفيد الفقير والغني ببساطة وهيعمل رواج رهيب ان شاء الله، ان كل واحد يسلم ملابسه الداخلية ياخد جلبية. فقولوا لكل معارفكم يجمعوا الملابس عشان ياخدوا كام من. اتفضل يا حاج. اتفضلوا يا فندم. اتفضلوا حضراتكم اقلعوا في المبوله بتاعه القهوه، واخويا هياخد منكم البول، هياخد منكم الملابس من القهوه. اتفضلوا. يا مرديان يا عيله الخير، اجدع ناس وكرامكم غير. يا مرديان يا عيله الخير، اجدع ناس وكرامكم خير. متشكرين ان شاء الله. لو في وقت برنامجي التقي بيكم تاني. بسطة بدرية. ومن الجدير بالذكر أن هناك قضية نصب دولية، وصدر قرار بالقبض على الأخوين أحمد وتوفيق المرديان بسبب تورطهما في قضية سرقة الملابس الداخلية لعدد كبير من المواطنين، ولم يتم تسليم الجلاليب في الموعد المحدد لها. أما الضحايا فقد قاموا بتقديم بلاغات لاسترداد توفيق. سيب اللي انت بتحببه ده وتعالى بص شوف مكتوب فيه ايه في الجرايد. انا مش فايق لك يا بدرية. بتعمل ايه يا توفيق؟ بتعمل ايه؟ بعمل ايه؟ بدور على فول حراج. انبسطتي؟ نار السود ومنيل يا اخي، حرام عليك. هو ازاي يا راجل؟ جبله؟ انت جبله؟ انت جبله؟ يا توفيق، ده في ناس عايزه فلوسها، يا تديهم فلوسهم يا تديهم هدومهم. كله راح يا بدريه. كله راح يا بدريه. فلوسنا كلها راحت فين؟ راحت في ده يا بدريه، راحت هنا. يعني احنا معناش فلوس خالص؟ لا ما دي فلوس يا بدريه، بس دوري على حاجه مليان. مفيش يا بدريه. يا نهار اسود، الهي يا راجل تخسر ما تربح، الهي ما تلاقيش ولا حبايه فول واحده. يا رب وريني في يوم. إله يا رب يحوجه زي ما حوجه. كفايه يا رب يحوجه زي ما حوجه. كفايه ولا إلهي ولا حبايبه. هاري سود ايه ملك التوفيق، اتخبطت ولا ايه؟ مش عارف دي مصيبه. دي مصيبه ولا ايه؟ سامعني؟ اتقرصت؟ اخرصيت؟ طب اعمل لك ايه؟ هنا فلوسك. ايه اقول لك؟ اهو ايه فول حراتي. فول حراتي. لا اعمل ايه؟
انت اتشليت وانا خلاص فول حراتي فول اعمل لك سنة شايله لك واحده شايله لك واحده اهي 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 كلها خلاص ما بيعملش حاجه انت موت طب ايه دي عليا وعلى السيل ايدي ولا دم اصحى يا باروخ باروخ اصحى انت يا زفت يا اللي اسمك باروخ ما تصحى عايز اقول لك كلمتين الصباح اللي زي الزفت ده يا ساتر يا امي انت ما بتناميش ايه ده البحر بيعلى وينام وانت ما بتناميش كل الناس اللي على المركب كرهتك عمى ده القبطان القبطان نفسه المركب تغرق لاجل عيونك انت عملوا اجتماع امبارح عايزين يرموا بني ادم للسمك ياكله عشان ربنا يحفظ الرحله كلهم رشحوكي عاوزه مني ايه مش عايزه منك اي حاجه تفك التكشيره اللي على وشك دي تجيب الفقر طب قول لي صباح الخير يا ماما يا ماما هو انت فاكراني بنام ارتاح زي البني ادمين انا بقوم من النوم كل الام كل الام يا امي كل الام حاسب حاسب تعبان تعبان ايوه ايه اللي تعبك بس بتقولي قولي وانا اريحك فروة شعر الخشنة يا امي كل يوم اصحى الصبح والمركب نايمة اربطها في الحديدة دي وافضل اشد وعضلاتي تقفش اشد وعضلاتي تقفش عشان افردها الفردة دي ولا عزاني اروح لمزين وادفعلي تلاتة ساخ مزين وتلاتة ساخ ايه التبذير ده خلاص يبقى بتكلمنيش في الموضوع ده تاني ده كتير خالص اجيب لك منين انا التلاتة ساخ انت على قلبك قد كده فلوس لا مفيش معايا حاجة خالص لما المركب هتغرق هيفتشوك يلاقوكي كذابة ومعاكي فلوس طلعي بقى انا غلطانة انا غلطانة ان انا سمعت كلامك وانت مشحططني وراك كده وبعدين في الاخر تحط لي هدومي في قفة خلاص مش عاجبك القفة اديني 7 جنيه انزل اشتري لك شنطة جلد لا انا ما ادفعش فلوس طب 4 جنيه ولا 4 جنيه خلاص يبقى تسكتي خالص اديني ساكتة خالص اهو وبعدين فين هدومك دي وانت حيلتك حاجة هي الجلابية وشورت البحر والقبعة المعفنة دي يا ماما لكن كل الالام والغربة في البحور كلها تهون عشان ارض الوطن ارض الميعاد هي فين ارض الميعاد دي مش عارف بس هم قالوا ان في ارض ميعاد كل شويه ارض الميعاد ارض الميعاد ويدوا الناس ميعاد من غير ما يبقى في ارض ملخبطنا بس هنوصل لارض الميعاد يعني انت ما تعرفش لغايه دلوقتي فين ارض الميعاد لا والمركب كده ماشيه بين حلواني هيكلمونا الرجاله بتوعنا يا ماما في عرض البحر في نهايه الاسبوع يفهمونا كل حاجه ما تقلقيش بس انت طلعي شويه فكيها بقششي على الناس اللي في المركب عشان تدعيلك بدل ما بتدعي عليكي يخبتك يا ام باروخ يخبتك في ابنك الكبير بيعك اللي قدامك واللي وراكي بيتك وسيغتك وفي الاخر يقول مش عارف احنا رايحين فين لسه بتقولي بيتك البيت ده احنا الاتنين شركه فيه وانت سرقتيني وخدت نصيبي برضه بتجيب لي سيره الفلوس قلت لك سيره الفلوس دي بتنرفزني ما تجيبنيش سيرتها ان شاء الله هتموتي وهاخد حق ان شاء الله لا مش هموت ومش هتاخد حق يبقى نتفق من دلوقتي اللي يموت الاول التاني ياخد كل الفلوس ويتمتع بيها اوكي وبالنسبه يا امي لموضوع الارض انا كلمت مجموعه سماسره شافوا لي حته ارض حلوه قوي بتبص على ميدان جهينه تحفه ممكن نصورها ونعملها أرض الميعاد قريبة جدا من المحور بس الناس عايزين 12 جنيه مش هدفع طب 10 جنيه كتير أرض الميعاد لا ماليش دعوه مش تيجي معانا أرض الميعاد لا هقعد في بولاق تقعدي يعني انت عامله الهيصة دي وراكبه مركب ومش شحتاته ومش هتيجي أرض الميعاد يا بخيلة عشان بخلك براحتك براحتك انا زهقت خلاص ايه ده مش تفتح قلب اتخطف يا باروخ صباح الخير يا ماما شالوم شالوم هيجي منين الشالوم وانت وساره ومزراحي ورا ابني يا غبي يا غبي يا غبي كلكم عارفين ان ماما بتكرهكم وهي طوب الارض بيكرهها وانتوا وعدتوني ما تتكلموش معايا طول ما هي واقفه ليه بتخلفوا ومن امتى في يهودي بيوفي بوعده يا باروخ عداك العيب يا ضيا ليشع بكرتوف يا باروخ بكرتوف تشربوا حاجه تسلم يا ابو الكرم انا سارق من امي 3 ساخ ها طب اقول لكم ايه انا معايا كنزايه سايبها عشان لامي جات لها كومه السكر الحقها بيها تشربوها اه نشربها يا سيدي مش عاوزين مش عاوزين
اسمع، احنا هنكلمك في حاجة مهمة يا باروخ. طب ما تقولي باروخ على طول، لازم باروخ. بصوا يا جماعة، انا موافق اعمل معاكم اي حاجة، بس على شرط بعد القعدة دي تروحوا كلكم تعملوا لحمين، انا هرجع بصراحة. اسمعنا كويس يا باروخ، احنا جايين لك في موضوع مهم وعايزين نعرف موقفك. انت هتشتغل في المخابرات الاسرائيلية. بس هتاخد فلوس كتير ياما. قشطة، دم هتفرح قوي. طب يلا بينا. على فين يا باروخ؟ روح للظابط اللي هيدخلني في المخابرات وتروح له ليه يا بابا؟ ما هو قدامك اهو. انت لا، انا عايز ارمي نفسي في الدنيا. تعالى يا باروخ. اصل المفاجأة، انت بتتكلم بجد؟ انت الظابط؟ احنا حاطين عينينا عليك من وانت صغير قد كده اهو، وانت عندك 3 سنين. من وانا عندي 3 سنين؟ ايوه. طب ده انا كنت ما بفهمش لسه حاجه. انا افتكرت كان في ناس وانا بلعب في الحاره كانوا بيبقوا حواليا كده، وامي بتقول له ده بيخلي بالهم. انا عايز ارمي نفسي في البحر. انا ريح فيه. احنا زرعنا لك ظابط عشان يراقبك، علشان يتاكد من ولائك لدولتنا اللي عايزين نبنيها بقالنا سنين، دوله اسرائيل. طب ما تسيبوني ارمي نفسي فيها. ايه يا الله يا انت بتقولي كلام ليه؟ اتكلم عادي. ده البت دي مخابرات، البت دي مخابرات. انا هرمي. لا 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 لا، مش دلوقتي، مش هرمي نفسي اما اتاكد منها. خلاص، ما كل الناس بقت مخابرات. يعني انتوا فاجئتوني، في حد تاني ولا انتوا اخر ناس ولا ايه الموضوع؟ اوامرك ادليشا. يا نهار اسود، دمي بقت عمي. دي مش الماما يا باروخ. امال دي مين؟ المستاذ الاسرائيلي. بيني وبينك، خلص على الماما من زمان. خلص على الماما من زمان؟ انتي ماما؟ أيام براكتاش شيمون شارو نتنياهو، قائد القوات الخاصة الخارجية في الموساد الإسرائيلي. سوري معلش، أنا آسف. يعني حضرتك راجل ذكر يعني؟ أيوة. طب مين كان بيردعني وأنا صغير؟ أنا اللي كنت بعمل كل حاجة يا حبيبي. إزاي؟ لو ردعت من حضرتك مع إني مش عارف كانت هتبقى إزاي دي؟ على الأقل صوتي كان تخن. أنت عارف إنه عنا أكثر الأجهزة الأمنية تقدماً في العالم في التمويه والخداع والتنكر. إحنا عايزين نزرعك، نغرسك في مصر. إحنا عايزينك تراقب واحد زي زلو علشان تدينا تقارير يومية عنه. فاهم يا باروخ؟ باروخ، سوري أنا نسيت مكان البحر. هو بقى في، أنا مش مظبوط، أنا حاسس إن أنا بحلم. حاضر يا فندم، أنا جندي مجند تحت أمر حضرتك. مين الراجل عايزين تراقبوه؟ سميغ الإسكندراني. مين سميغ الإسكندراني ده؟ المطرب يا باروخ. يا نهار اسوح، سميغ الإسكندراني بتاع يا شو قامت داري داري الدموع داري، هو ده؟ أيوة، سمير الإسكندراني داري العيون داري، عميل المخابرات المصرية. طب انتوا عايزين تراقبوه ليه يا فندم؟ هتديكوا له شريط؟ كلمه في التليفون هيفرح قوي. ننتج له ده ايه يا بارون؟ بنقولك راجل مهم في المخابرات المصرية من سنين. انت مش عايش معانا ولا ايه يا حبيبي؟ انا بجد هنط في البحر. انا رايح لا، انا مش مستوعب اللي بيحصل. لا 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 لا، بقى 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 هو الاستاذ سمير الاسكندراني بتاع مين اللي قال ان الزمان مالوش امان يا عيني. هو ده، هو ده باروخ بخبيخه. انت بطل. تحت امرك، تحت امرك يا ماما، قصدي يا ست الباشا. انا اسف. احنا ما بنهزرش يا باروخ. ولا انا بس من حقي اتلخبط، من حقي. ما تقلقش، اسرائيل كلها وراك من سنين. اسرائيل محتاجاك يا باروخ. يلا يا بطل. حاضر، اسرائيل محتاجاك واسرائيلك وراك. حاضر، ربنا يطمنكم. ممكن اطلب حاجه؟ طلب اخير واعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه. قطر وانا بنزل البحر. ربنا ننزل البحر. رايح فين يا باروخ؟
مالوش امان يا عيد دي قلوب الناس هي اللي وراه غدر الزمان يا عيد يا شوق يا مداري داري الدموع داري يا شوق يا مداري داري الدموع داري عايزين بقى ننسى ونرتاح من الحرمان نرتاح من تولعلي مين ماما الباشا عم المخابرات الاسرائيليه وطي صوتك حاضر ادينا ارتاح انا اصلا بحب حضرتك انت قدوتي في الموساد الاسرائيلي بس أوكي. شد حيلك احنا وراك انا ليه الشرف يا فندم ساعتك تكون ورايا وان شاء الله شرف سعادتك في المخابرات اوكي طب السلام عليكم جتك نيله هتودينا في داهيه كل يوم اعمل كده ولا حد بيسجل لي ولا حد بيصور لي ولا حد حاسس بيا اصلا الحاجه الوحيده اللي معلمهانيش ان انا افتح البتاعه دي تيت العميل يتكلم الساعة 12 وربع واحدة ست تخينة جدا كانت ماسكة في ايديها عيل صغير ارخم عيل شفته في حياتي كانت مودياه الحمام وفي ايديها تلات مناديل ورقية ومعاها بوك كانت حاطة فيه 65 قرش كانت هتدفعهم تاني يوم للجمعية للمحسن اللي في الشارع اللي وراها شفتوا دقة المعلومات شفتوا العميل بتاعكو وبتدفعوا لي 40 شيكل في الشهر ما بيكفوش كريم لشعري زودوها شوية في ناس بتاخد ميات ما بيهببوش حاجة تيت توت العميل يتكلم الساعة 11 إلى 5 الأستاذ سمير الإسكندراني طلع مشط لبني من جيبه وصرح بيه السكسوكة بتاعته الناحية الشمال الضيقة بتاعت المشط كان فيها 4 سنون مكسورة الناحية اليمين كانت سليمة بنسبة 100% شفتوا دقة معلومات العميل زودوها 40 شيكل ما يأكلوش عيش مش عارف أجيب كريم لشعري وفي ناس بتاخد ميات وما بتهببش حاجة توت تات العميل يتكلم اول امبارح التلفزيون المصري ذاع نشر التسعة 3 مرات وما جابوش سيرة اسرائيل في ولا واحدة وانا شايف ان ده تمويه بيحسسوكوا ان انتوا مش في دماغهم وبعد كده ياكلوكوا علقة موت شفتوا دقة المعلومات للعميل بتاعكو بتدفعوا 40 شيكل في الشهر فكوها شوية تات
هوف هوف سيخ هوف هوف سيخ. العميل يتكلم. الواد سوكا الرقاق اتخانق مع العنتبلي الطبال ووسطوني بينهم. العنتبلي هو اللي غلطان لانه ما يصحش ينسى السجاد في الميكروباص. وفي معلومه مهمه جدا، الاسطوانه بتاعت الدبرياش بتاعت الميكروباص بايظه ودي خطر على الترومبه. شايفين دقه العميل؟ شايفين 40 شكل ما ياكلوش يا ناس اي عيش حاف، زودوها شويه نزهق. هو ايه اللي توتو وتات يا باروخ؟ ايه يا باروخ اللي انت بتعمله دوت يا باروخ؟ مش انتوا اللي قلتولي اقول كل المعلومات بمنتهى الدقه؟ اعمل ايه تاني؟ دقه ايه؟ ماشي ورا الست التخينه وتقول لي دقه؟ ما انا لازم امشي وراها. طلعت مين في الاخر؟ انا الست التخينه. ايوه وانا المناديل الورقيه. وربنا اللي نط من الشباك. تعالى هنا رايح فين؟ ايه يا باروخ ده؟ طب انت عارف مين الرقاق والطبال؟ مين؟ انا وليشا. وانتوا مجنداني ولا جايبيني تشتغلوا عليا وتجننوني؟ انا هسيب الشغلانه دي. لا يا باروخ، يا باروخ انت اصلك غلطان، بتبعت لنا تقارير غلط بقالك سنين. بتشغلوني ليه؟ ما تنفدوني وتريحوني. ومالك انت باللي ياخد 100 شيكل واللي ياخد 200؟ ما سيب الناس تاكل عيش يا باروخ. يعني هم ياكلوا عيش وانا اكل زلط؟ ما انا كمان عندي ظروف. خلاص عمليه باروخ انتهت. باروخ ركب الصاروخ. باروخ انا عامل لك مفاجأة. هتزودني 100 شيكل صح؟ لا اتفضل يا حظاظ. وقعت ومحدش سمع عليك يا باروخ. انا ما وقعتش لوحدي يا حضره الضابط، البهوات هم اللي مجندني. احب اعرفك بالابطال، الابطال من المخابرات المصريه. العقيد يوسف شعبان، الرائد ناديه الجندي. والمطلوب؟ تتفضل معانا على البوكس. على فكره يا حضره الضابط، احنا ممكن نحلها ودي وابقى عميل مزدوج واشتغل معاكوا، بس هتدوني كام؟ هندي لك 100 قفا. ما في ناس بتاخد 200 قفا وما بتعملش اي حاجه، فكوها بقى. هي ناقصه فشل جرجره على البوكس. فرصه سعيده يا حضرتك. اتفضل. فرصه سعيده. اتفضل يا اخوي. اوكي مساء الخير يا عم احمد. يلا يا عاطفي بسرعه شويه. البوكس. اتفضل. تؤمر باي حاجه تاني سيادتك؟ يلا غور. حاضر. تعالى هنا. حاضر. قبضت مرتبك الشهر ده؟ الحمد لله يا سيدي. يلا غور. تعالى. هات ياض المرتب. اخلص. ايه ياض ده؟ فين بقيت فلوس؟ ده اللي فضل من المرتب يا سيادة. ربنا يبارك لك. وفين عيالي؟ فين ولادي؟ فين ولاد الحرام؟ خسارة. خسارة ومية خسارة. قالوا لي ان في قطر فرم 4 شباب، قلت يا ريت تكون انتوا، لكن للاسف باظت المره دي. خير يا بابا. ثانيه واحده. قوم يا قرد انت، قوم يا اخويا ظريف. السفره دي دفع فلوسها اللي بتتنطط عليها دي؟ مين قال لكم تقعدوا؟ انتوا مين عشان تقعدوا معايا؟ ولادي ده اكتر عار في السي في بتاعي ان انتوا ولادي. لو تعرفوا انا بكرهكم قد ايه. انتوا ولا حاجه بالنسبه لي. تاخد بالك من كلامك يا بابا. ما تقتقش، ما تكلمنيش بالصبع ده تاني، بدل اقسم بالله هقربه. فهمني ولا مش فاهمني؟ ايه اكتب طاوله تتكلم معايا بالطريقه دي تاني؟ انتوا زباله، انتوا اكثر شيء في حياتي، جاتكم القرف. انت بتعاملنا كده ليه؟ احنا مش ولادك؟ انت ايه يا اخي؟ حنوتي؟ انا بكرهكم كره العمى. انا بقف كل يوم في البلكونه وادعي ربنا وعارف ان دعوه الاب مستجابه. اقول الهي تمرض، الهي تتحوجوا، الهي مكلاقوا اللقمه وتغوروا في 60 داهيه، الهي تجوعوا وتاكلوا زي القطط من الزباله. باذن الله جاتكم القرف. ايه المناظر دي؟ ايش الشيطان اللي انا مخلفه؟ انا ما اتعصتش. يوم ما عملت لك سونار بكت الهبل امك حبلة فيك، الدكتور اتفزع وقال لي ده حاجه خطر، ده شيطان مسقطه. حنيه الاب طبعا، قلت لا وشرفت حضرتك. اهلا وسهلا. ليه كده يا والدي؟ ليه كده؟ ليه دايما بتزرع فينا الحقد والكره والشر؟ ما تعمليش بقى ذاكر وسطهم يا حبيبي. ها؟ أه؟
ولا خلي اخوك الصغير باتيستا يرد عليك، ما تتكلمش على المبادئ. سيبك منه يا بابا، خلاص يعني ما تعملش عقلك بعقل السحليه دي. انت بترجع ياض ولا بتتكلم؟ ايه الخلفه العار دي؟ رزعوا اطفحوا. ثانيه واحده، ثانيه، سيب الطاجن يا اهبل انت. سيب، مين قال لكم تطفحوا؟ مين دافعين فلوس انتوا على الاكل ده؟ حد دفع تعريفه في السفره دي؟ انتوا عالة عليا، انتوا شويه عاطليه وربنا رزقني بيهم. اطفحوا، وعلى شرط طول ما انتوا بتدفعوا تدعوا لي. يلا بالسم الهان. انا حاسس ان الدعوات من جوه غير الوش، شكلكم بتدعوا عليا، شايفها في عينيكم، بس بعون الله مردود عليكم. بابا. نعم. كنت عاوزك في موضوع. يا ابني اخلص بقى، الليل هيدخل علينا، ضيعت عمري معاك، اتكلم بسرعه بقى الله يخرب بيتك. كنت عاوز 300 جنيه اشتري جزمه كاوتش. كاوتش؟ فاكرها سهله 300 جنيه؟ انا شايلك ال 300 جنيه عشان خرجتك يوم ما تموت في اي لحظه ابقى جاهز واتويك. كاوتش؟ لا كاوتش يقرطم صوابعك يا بعيد. الها تلبس الكاوتش تتشل فجاه في الملعب. انت بتنفض في مناخيرك ليه؟ شايفك متعصب، في حاجه؟ انت ليه مش مظبطنا؟ انت ابونا. انت ايه؟ انت ابونا. اسمعوا بابا يا راجل، في قد اللي بتعمله؟ ضربتك في عضلتك، ايه الاوفر ده؟ ايه المناظر اللي انا خلفتها دي؟ انتوا بتمسكوا لي هو هيضربني؟ انت هتضربني يا اهبل يا ابن الرقاصه؟ زاد عاد ان انت واد، انا شاكك، انت ابن حرام، انت مش ابني. العيال دي شاكك فيها، كان انت، انا متاكد. اهبل يا ابن الهبل. اسكت. كفايه. لا مش كفايه، انا هطول معاك. في حاجه؟ تلات بترفصلي؟ ها يا تافه يا بغيض يا اهبل يا ابن العبيطه. انا كان زماني موت. الله، ده انت دلوقتي خد يا بابا. مش عايز اتكلم معاه. ما تضطرش نفسك، انا هقتله. ايه البقره اللي بتتكلم معايا دي؟ ما تعمل حاجه بزورك. دلوقتي ولع وانا واقف فجاه كده. انا مش هتكلم معاك عشان انت بتطول تعال وراي، تعال وراي. ما تكلم امك بقى، كمل لما نوصل. يلا يلا يا عرق، يلا يا عج، يلا الله يخلصني منكم وارتاح. يلا حبايبي، عايزكم بقى حبايبي يا ولادي تقطعوا بعض، عايزكم اخوه احباء تنهشوا بعض. احنا هنعمل ايه يا بابا؟ هوريك يا اهبل غور. انت بتتكلم بجد يا بابا ولا بتهيس؟ انت عمرك ما شفت ابوك بيهيس؟ يلا يا مسايد. بتعمل معانا كده ليه؟ ده احنا ولادك. افتكر لنا حاجة حلوة. اقول لكم حاجة حلوة. استنى ادم ما ارجع في الاجي بان. شيلوا البزازات. يلا قولوا الزفت اللي بيتقال في اعياد الميلاد لا يجعلوا اخر عيد ميلاد. يلا. Happy birthday to you. Happy birthday to you. خلاص بقى مساخ، خلاص مش عايز مساخ، بلا هابي بيرث بلا زفت، يوم اسود اصلا. جبت لي ايه في عيد ميلادي يا بابا؟ جبت لك هديه تنفعك في مستقبلك، جربها في ركبتك الاول. انت يا زفت يا زكي. نعم يا سيدي. شيل التورته دي خلاص، ما حدش يدوقها. حاضر. وهات لي ركيه النار. بصوا انتوا دلوقتي خلاص كبرتوا وبلغتوا، انسوا ان انتوا عيال، لازم تبقوا ايد واحده. هات يا ركيه النار، طفي في النص، حطوا ايديكوا في النار، حطوا ايديكوا، عهدون ان انتوا تبقوا ايد واحده. حط ايدك يا بهبي، حط ايدك، حط ايدك، بقول لك حط ايدك، حط ايدك، حط. صرخوا اكتر، صرخوا. شو نسينا حبيبي؟ اجري غور في داهيه. يلا عايزكم بقى توروني الشطاره، والشاطر فيكم اللي هيقضي على الباقي هيبقى ليه مكافاه 200 جنيه هياخدها على 6 شهور. ابدا. اضرب يا اضرب اضرب.
اضرب اضرب كسروا الفقرات كسروا الفقرات قولوا بحبك اخويا بحبك اخويا انزل على الرقبة انزل على الرقبة اضرب يا مفيش استسلام اخلص اشتغل انت ولا اشتغل بقولك اتصرعاله دمره مش عايزه يمشي تاني قول له سامحني يا اخويا بس سامحوش يا ايه رايك في ولادك دول هيموتوا بعض بستين دقيقة هيموتوا بعض وامهم اصلا ماتت وناوي ابدا حياتي من جديد عندي حته كده قرتين على المريطيه بس ايه بعد ما يردموا الترعه هيبقى في براح ونبقى قاعده ان شاء الله في البلكونه ما تيجي نقعد في الكافيتيريا شويه هو انت مستر اندرتيكر اندرتيكر لا انا ابن خالته للامانه يعني بس توأم نفس الشعر ونفس البرنيطه ايه رايك تعالي نلحق الليمون في الكافيتيريا اقتلوا بعض يا كلاب يلا يا حلو سيبك من الكلام الفاضي ده ماتش ايه ونيله ايه كان بودي اذبحكم بايدي بس حظكم حلو اكتر شيء بيسعدني في حياتي بكاءكم ابكوا بس خلاص انا جامعكم النهارده عشان امر هام انا حاسس ان ايامي قربت واسطوره اندرتيكر خلاص هتنكسر بصراحه انا مخبي حاجه عنكم من زمان سر بس لازم اتكلم فيه خلاص مفيش وقت لحسن اموت فجأة والسر اللي له يطلع وتورسوني بابا هو احنا كمان مش هنورسك مش هتورسوني وتورسوني ليه ده انت عبال ما تقول فين المراز بتاعه تكون الفلوس خلصت نايل واسكت يا هبل يا ابن الهبل وانا جايبها كلها صح وقانوني ومية مية انا جايب عم سيد السلموني الميكانيكي بتاعي خطه مية مية هيكتب كل حاجة كل حاجة قدام عينيكم يا عم سيد تعال يا عم سيد يلا عموك سيد ولا عايز كل حاجه ولاد ميكانيكي انت ناوي على ايه يا حنون انا ناوي ان الطريقه اللي هتصرف بيها في مراسي تبقى على الملا مش عايز اضحك على حد هاتوه بصفتي ان انا محدش يتدخل في حياتي محدش ليه دعوه بيا اقر انا الحاج الخلفاوي المشهور باندرتيكت ان انا عندي ثروه تقدر ب 80 مليون دولار مصري لا غير بصوا التقسيمه بقى بصوا التقسيمه هكتب 20 مليون دولار لاخويا وحبيبي الحاج عز المنوفي بتاع الكبده اللي في شارع ايران عز المنوفي يا ولدي عز المنوفي يا حبيبي ايه ده انتوا لحم كتافكم من خيره نسيت نص كبد يا عم عز نص سجق يا عم عز حته فلفل ولا بتنسوا تاكلوا وتنكروا الدهن اللي في جتكم ده من عمكم عز اكتب يا عم سيد حاضر يا استاذ و20 مليون دولار اكتبهم لاصدقائي اللي على الفيسبوك الفيسبوك يا بابا اندر يا بابا اندر على الفيسبوك انا اخر 5 سنين اللي فاتوا قضيت احلى ايام مع جروب ظريف على الفيسبوك اسمه اللهم صل على النبي اهرش في كوعي ومسح لي دموعي وناس عشرتهم وعشرون يبقى من حقهم ياخدوا من ثروتي اكتب يا جدع انت كده كتير قوي انا هيغمى عليا يلا غور في 60 ده يلا ليته كان من زمان 20 مليون دولار تاني هكتبهم لشركه ناديه دراي كلين اللي في شارع مصدق بابا ايه انت اكيد مش طبيعي وانا عارف ان انا مش طبيعي عارف ان انا راجل فز يا اللي بتهت هبل يا ابن الهبله امك كانت هبله لا بتعرف تغسل ولا تكوي ونادي ادرايكلين هي اللي شالتني العمر اللي فات نايل يبقى فاضل كام 20 مليون دولار يا استاذ 20 مليون دولار الاخيره انا هكتبهم للخدامين والطباخين اللي خدموني طول عمرهم في البيت ولا اقول لك لا بلاش كانوا بيكرهوني كانوا هيسموني اكتر من مره ال 20 مليون دولار حلال عليك ابو السيد
ربنا يكرمك يا استاذ. يلا وسع الورشه وظبط عيالك ومصيف وجمصه وجوك. انبسط. جاهزين؟ جاهزين. شعري 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 بيدق. شعري يا ولاد. بابا شعري شعري شعري. واخدني على فين؟ انتوا هتاكلوني بعد ما اموت ولا ايه؟ الظاهر يا ولادي ان خلاص لحظه النهايه قربت. انا عايز اقول لكم اللي اي اب بيقوله لاولاده في اخر لحظه علشان يفرحهم، انا هموت ومش راضي على ولا واحد فيكم، وباذن الله وانا راجل في شده وربنا هيقبل مني، نهاياتكم اسود من بعض. ده اسمك ايه يا قاضي؟ بطيستا يا بابا. وانت يا شيموس. شيموس دول اصحابكم؟ دول اخواتنا. بخرف يعني هموت، فهموها طالما ابتديت اخرف. بابا والدي اخيرا. بابا ما 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 خلاص بقى يا ابني، انت مزهقني في موتي وفي حياتي، الله يخرب بيتك.